أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله في محاضرة استثنائية بناء على طلب خاص من بعض زملاء خاصة بالبايوفيزيكس، وأنا مضطر أديها لأن البايوفيزيكس مش موجود على الكورس الأساسي على اليوتيوب لأنه كان متضمن ضمن الأجزاء المختلفة. فعوضا عن أن الطالب يقعد يدور، ففي شوية موضوعات طلبها بعض زملائكم من طلاب السنة الأولى فأنا هقولها لهم، لكن مش هتتحط على اليوتيوب لأنها أنا يعني الظروف اللي بدي فيها هذه المحاضرة أنا بره المكان اللي بدي فيه المحاضرات، أكشلي معيش أي حاجة من الأدوات المستخدمة including البرو آيباد اللي هو بيدي الإرسال. على أي حتى لو حصل أي انقطاع لأن أنا في مكان بعيد جدا، فأنا يعني هنريكو ناك تاني ونكمل محاضرة على أي صورة، هسيبها على الفيسبوك تقدروا تحضروها. فهي النهاردة بإذن الله محاضرة بايوفيزيكس، وهي بتختص ببعض من الموضوعات اللي هم هنتكلم على types of blood flow والblood flow، وهنتكلم على ثلاث قوانين اللي هو starling law ولابلاس law وبوازي law. ده الموضوع الأساسي. فنبتدي بالtype of blood flow، وطبعا ده زي ما بقول محاضرة استثنائية، هنحاول نتعاون على قد ما نقدر. حتى أنا دلوقتي كل اللي أمتلكه إن حد اداني كشكول كبير أرسم عليه كده يعني بخط إيدي، يمكن ما تلاقوا الخط مش كويس كما ينبغي. طيب دلوقتي إحنا نبتدي بال types of blood flow. معلش أنا هظبط شوية. types of blood flow، بس هناخد وقت شوية في الضبط. طيب اعتقد كده مظبوطة شوية. we have two types of blood flow يا ولاد، وده في الحياة عموما في نوعين من blood flow. النوع الاول اللي هو بنسميه laminar او streamline flow. laminar يعني الفلو ماشي في طبقات، streamline يعني في اتجاه لاين محدد. طب بيبقى شكله ايه الكلام ده؟ انا طبعا معيش ليزر، هحاول اشاور بالقلم كده واتبعوا معايا بالقلم اللي كتبت بيه. فانه في الحاله دي بنلاقي انه الفيرست لاير اللي هي بتبقى جنب الجدار بسبب الفريكشن بتبقى almost stationary، يعني ما بتحركش، او نقول ابطا لاير. next layer اللاير اللي بعدها المولكيولز هتسلايد اوفر الطبقه الاولانيه فهتمشي ببطء بس بتبتدي تمشي and so on. يعني كل ما نتجه من البريفري للسنتر هنلاقي السرعة بتتزايد لدرجة ان الماكسيمم فيلوستي بيحدث في السنتر. وانا عاوز اقول لكم حاجة يا اولاد، هو ده نوع الفلو اللي بنشوفه في الانهار. انا عاوزك كده وانت واقف على يعني احد الانهار وبص على الفلو، وساعات ممكن تتبعه بواسطة عندنا في نهر النيل حاجة اسمها ورد النيل، يعني بيبقى طافي على السطح، تلاقي ورد النيل ملاصق للجدار تقريبا ما بيتحركش، يبقى very slow. كل ما ترمي بصرك ناحية مركز النهر هتلاقي ورد نيل بيتحرك أسرع، أسرع ورد نيل ماشي في المنتصف. وحتى في فقرة معلومات عامة أقول لك حاجة لطيفة جدا، لما تاخد قارب في أي نهر استغل هذه المعلومات، أسرع flow في السنتر. فلو أنت ماشي في اتجاه الفلو حط القارب في السنتر، ده هيخليك بأقل مجهود هتمشي بسرعة جدا. لكن لو انت ماشي عكس اتجاه النهر يبقى الذكاء يقتضي انك تبقى ناحية ضفة النهر، ناحية الحافة، عشان بيبقى المية ساكنة فما تبذلش مجهود كبير وانت بتجدف، لانك بتجدف عكس التيار. وزي ما بقول ياما بقى عين غبوات يعني اناس كثيرين انه لاقي ان هو راجع عكس اتجاه نهر النيل وفي النص، فطبعا التيار واخده في الاتجاه المعاكس بسرعة جدا وبيبذل مجهود رهيب. اوعى تنسى بقى دي، تعلمنا حاجة في التجديف في نهر النيل. لو انت في اتجاه النهر احسن حاجة تحط القارب في السنتر لان ده اسرع فلو، ادام انت ماشي مع اتجاه الفلو. لو انت راجع في عكس اتجاه النهر يبقى مش عاوز معاكسة، ابطأ طبقة هي اللي موجودة عند البريفري. هنا يبقى زي ما انت شايف في الرسمة ان الفلو ماشي فيه طبقات، عشان كده سموه لامينر فلو،
وكلها في اتجاه الفلو، في اتجاه واحد، فيسموها ستريم لاين فلو. بماذا يتميز هذا الفلو يا اولاد؟ دي نقطه مهمه جدا في الام اس كيو، بانه سايلنت فلو، يعني ساكن مالوش صوت. وهنا ممكن يجي لك سؤال ام اس كيو، لو جبت الاستيثوسكوب اللي هو السماعه، ولو ان كلمه استيثوسكوب في الترجمه ستيثو يعني صدر تشست، وسكوب يعني منظار، لان اول استخدام للسماعه يا اولاد كانوا بيسمعوا بيها اصوات التنفس في الصدر، عشان كده سموها ستيثو يعني تشست، سكوب يعني منظار. لو حطيت الاستيثوسكوب على اي بلاد فيسل في جسمك هتسمع صوت؟ مش تسمع اي حاجه. هيسالك في الشفوي او في المالتيبل تشويس، ليه ما بتسمعش لما تحط على اي فيسل في جسمك؟ لان نوع الفلو في النورمال فيسلز لامينر او ستريم لاين فلو، اللي هو سايلنت فلو. نيجي النوع الثاني من الفلو بقى يا اولاد، اللي هو اسمه تيربلنت فلو، اللي هو النوع ده. تيربلنت يعني فيه لخبطه. الفلويد بارتكلز موف ان فورورد، موف ان فورورد يعني ماشي اهي للامام، وفي نفس الوقت از ويل از سايد تو سايد، يعني لخبطه. فتخيل معايا بعض المولكيولز ماشيه لقدام وبعض المولكيول سايد تو سايد، هيحصل ايه؟ هيخبطوا في بعض، وبالتالي هيصدر عنهم اصوات، هيكريت ساوندز، فيسموه تيربلنت فلو، يعني فلو مضطرب، او يسموه ادي كارنت. ادي معناها دوامات، عارف الدوامات؟ فالبارتكلز تخبط في بعض وتسمع لها صوت. هذا النوع من الفلو، وهو النوع الثاني، كرييت ساوندز، يعمل ساوندز. لما بنحط سماعه بنسمعها في صوره بروتس اور ميرمر، يعني لغط، يعني عارف لما تسمع بو بو بو، تسمع الفلو. كان بي هيرد باي ستيثوسكوب، ممكن يسمع سماع. قلنا كلمه ستيثوسكوب جايه من شقين، ستيثو يعني صدر، وسكوب يعني منظار. وانا حتى بتذكر حاجه لطيفه احكي لكم في فقره المعلومات العامه، في من اكبر الشلالات في العالم، وليست اكبرها، هي شلالات نياجرا عند الحدود الفاصله بين كندا وامريكا، بتبتدي بحاجه اسمها نياجرا ريفر. لو انت 5 6 كيلو بعيد جنب الريفر، بعيد عن الشلالات، الفلو ملوش اي صوت. وانس وصل النهر الى منطقه الانخفاض اللي هي الشلال ونزل، بيبتدي بقى السرعه تزايد جدا، اتقلب من لامينر او ستريم لاين فلو اللي هو الاولاني اللي هو ماشي في طبقات ولا يعطي صوت، الى دوامات اللي هو تيربلنت فلو اللي هو بيكريت ساوندز رهيبه جدا. يبقى عندما تتخطى اللامينر فلو سرعه معينه، بتتقلب من لامينر الى تيربلنت فلو. هنسالك سؤال جميل جدا، طيب ليه لما حضرتك بتحط ال تحط جهاز الضغط والسماعه بتسمع اصوات؟ لان جهاز الضغط بيضغط على الفيسل، فما يضغط على الفيسل، تخيل زي خرطوم الحديقه، لما تضغط عليه، لان المساحه المتاحه للفلو دلوقتي قلت، فبتلاقي عشان نفس كم الفلويد هيمر في مساحه اقل، لما تضغط على خرطوم الحديقه بيندفع الفلو بسرعه عاليه جدا. فهذا الاندفاع بسرعه عاليه بيعمل تيربلان فلو. التيربلان فلو ده بيديك ساوندز. يعني ما يسالك ليه لما بتحط السماعه على بلاد فيسل عادي، تحطها على بلاد فيسل عادي ما بتسمعش حاجه، لانه لامينر او ستريم لاين فلو. طب ليه لما بتحط سماعه على فيسل محطوط قبله جهاز ضغط بتسمع صوت اصوات وانت بتقيس الضغط؟ بسبب ان جهاز الضغط ضيق الفيسل، زود السرعه، زي خرطوم الحديقه ما تدوس عليه بتزيد السرعه، قلب الفلو من لامينر او ستريم لاين فلو سايلنت الى تيربلان فلو، ليه ساوندز، كرييت ساوندز، بنسميها ميرمر او بروتس يعني لغط. طيب امتى يتقلب بقى الفلو من لامينر الى تيربلان؟ انا قلت لك حاله واحده وهي اسهل حاجه عارفها الناس كلها، لما السرعه تزيد زي في شلالات نياجرا، ان نياجرا ريفر جاي كده وفجاه بقى في شلال، فبقوه عجله الجاذبيه المايه نازله بسرعه جدا فعملت دوامات وعملت اصوات، فالريفر نفسه ما فيش صوت، هنا في صوت. انما في راجل اسمه رينولد درس الحكايه دي وعمل حاجه اسمها رينولد نمبر او مجازا فورمولا، انما الاساس فيها ان اسمها
رينولد نمبر او 400. تعال نشوف، تعال نتفرج مع بعض. قال كلام جميل خالص، قال اتي يا اولاد انه الفلو بيتقلب من لامينر الى تيربن فلو لما رينولد نمبر ده يزيد عن 400. طب هذا النمبر محصلة كم حاجة يا أولاد؟ أربع أشياء، تعال نشوف. أول حاجة اللي هي الدنسيتي، ويعبر عنها في هذه المعادلة ب بي، بي اللي هي الدنسيتي، وتتقاس بالكيلو جرام لكل متر مكعب. الدنسيتي اللي هي الكثافة، اللي هي تملي. عارف إيه الفرق بين الوزن والكثافة للطالب الشاطر؟ الكثافة هي الوزن مقرون بحجم معين، فلما يبقى نفس الوزن في حجم اقل تبقى الكثافه اعلى. وبحكي قصه حتى عشان افهمكم كويس. اما تجيب حته حديده وترميها في الميه، يعني نفس الوزن بس بحجم قليل، تختص. تفرد الحديده دي في صوره قارب، في صوره مركب، بقى نفس الوزن بس فردتها على حجم كبير. الوزن هو هو بس الكثافه قلت. يبقى الكثافه اللي هي الدنسيتي هي الوزن ان كيلو جرام مقارنة بالحجم. وده اللي بيفسر ليه حتة حديدة ترميها في الماء تختص تفردها في صورة قارب تعلى وتطفو برغم انها نفس الوزن، لانه اللي قل هنا مش الوزن، اللي قل الدنسيتي. فاول حاجة في رينول نمبر فوق اللي هي الدنسيتي. تاني حاجة اللي هي الفيلوسيتي، السرعة، ويعبر عنها طبعا السرعة متر بير سكند. وبعدين تالت حاجة اللينث، ويعبر عنها بالال. وبعدين رابع واخر حاجة اللي هي الفيسكوزيتي، اللي هي اللزوجة يا اولاد. ومع الاخذ في الاعتبار ان لزوجة المية واحد، كل ما السائل بقى اكثر لزوجة بقى يتحرك، انتوا قولوها معايا، بسرعة اكتر وبسرعة اقل. سائل اكثر لزوجة يبقى حركته ابطأ، تمام؟ طيب انا بقى عشان عاوزكم ناس فاهمين مش حافظين، قلنا ان الرينولد نمبر الرقم الفيصل تحفظه هو 400، يعني محصلة المعادلة دي. اي رقم تحت 400 يبقى ده هيديني لامينر او ستريم لاين فلو، افتح ودنك، سايلنت فلو. فوق 400 هيديني تيربلن فلو اللي هو كرييت ساوندز. انا عاوز نفهمها ما نحفظهاش. يبقى في الأربع عوامل التي تؤثر في الرينولد نمبر، ثلاثة محطوطين فوق يعني بيكبروا النمبر، يزودوا النمبر، واحدة بس اللي محطوطة تحت اللي هي الفيسكوستي بتصغر النمبر. كل ما الفيسكوستي زادت العدد يقل. أنا أقولها لك بطريقة لطيفة عشان ما تنساش. أنا قلت لك إن لما السرعة بتزيد 100% بيتقلب الفلو من لامينر فلو الى تيربن فلو. وبتذكرني، بص اقول لكم حاجه لطيفه. في تشاينا وفي كوريا كده، عارف بيعملوا عروض عسكريه، يمشوا حوالي 10 صفوف جنب بعض، منظمين جدا، لا يصطدموا ببعض. تفتكر لو الفيلوستي زادت فجاه جريوا، يبقى احتمال انهم يتصادموا ويصدر اصوات، معتبر الجنود دي بارتكلز، هيزيد. يبقى اذا الرينولد نمبر بيزيد بزياده الفيلوستي، ودي اهم العامل اللي قلتها لكم. طب تاني حاجه بيزيد بزياده، وعشان كده حاطينها فوق الدنسيتي. واحد قال لي طب ما تدينا مثال سهل زي كور البلياردو يا اولاد. ما هي كور البلياردو ثقيله جدا، يبقى كل ما الدنسيتي زادت، يعني قلنا الوزن مقارنه بالحجم زاد، الاصطدام هيدي صوت. ما هو الدنسيتي هي الوزن اهي ان كيلو جرام مقارن بالحجم اللي هو متر مكعب يعني حجم. يبقى 100% زيادة الدنسيتي لما كرات بلياردو هتخبط في بعض تدي صوت، يبقى عشان كده حطينا الدنسيتي فوق اللي هو البي. زيادة الفيلوستي قلنا هيخبطوا ببعض فهدي صوت البارتكلز. زيادة اللينث بنفس المنطق، كل ما اللينث زاد لما احنا نبقى اتنين ماشيين جنب بعض احتمال نخبط في بعض، غير لما نبقى صف فيه 20-30-100 احتمال نخبط في بعض اكتر. انها بالعكس، مين الحاجه الوحيده اللي اتحطت كل ما قلت الرينولد نمبر يزيد؟ فكر بذكاء، الفيسكوستي، اللزوجه. كل ما السائل، افتح ودنك،
كان أقل لزوجة يبقى كان أكثر سرعة، يبقى احتمال تصادم البارتكلز ويتقلب الفلو إلى تيرمينال فلو يبقى أكثر. يبقى هذا الرينولد نمبر يا أولاد بيعتمد على أربع أشياء وفهمناهم طريقة لطيفة، ثلاثة طردي وواحدة عكسي. وللحفظ يا أولاد اوعى تنسى الوحيدة اللي محطوطة تحت اللي هي العكسي اللي هي اللزوجة الفيسكاستي، وما تلخبطهاش مع الفيلاستي، الفيلاستي السرعة فوق. يبقى ثلاث حاجات لو زادت البارتكل هتصطدم ببعض وتدي صوت. لو زاد ثقل البارتكلز بالنسبة لحجمها، شوف لأن ما أقول ثقل بس يبقى وزن، إنما بالنسبة لحجمها تبقى دنسي. لو زاد سرعة البارتكلز هتصطدم الفيلوستي. لو زاد عدد البارتكلز المترصة ورا بعض اللينث، يبقى ثلاثة طردي وواحدة عكسي لو قلت ال فيسكوستي. أظن فهمتوا فكرة الرينولد نمبر، فجاي من أربع أشياء. نيجي بقى الأرقام مهمة جدا هنا يا أولاد، إنه رينولد نمبر تحت 400 ده الرقم الفيصل، نو تيربلنس، فيش تيربلنس. اي حاجه تحت 400، حتى انت هتقولي طب هو في النورمال فيسلز بيبقى كام الرينولد نمبر عشان اللي ما بنسمعش صوت؟ بيبقى تحت 400 من 100 ل 200. سؤال ام اس كيو مهم جدا. لكن فوق 400 يبقى في تيربلنس، في اصوات. طب الكومبليت تيربلنس يعني كل البارت اللي بتصطدم ببعض تحصل لما يبقى الرينولد نمبر 2000 او اكثر. طب سؤال مهم جدا في الشفوي وفي العملي وفي الام اس كيو، هل نورمالي in our body في الفيسيولوجيكال كونديشن في حته في جسمنا فيها تيربلان فلو؟ في مكان واحد في جسمك في تيربلان فلو ممكن يدي ساوند. حتى بقولها بطريقه جميله يا اولاد، افتكر المكان والزمان. المكان هو عند الروت، اهي الروت بتاع اكبر تو فيسل في جسمك، الاورطه اللي طالع من الليفت فينتكل والبالمونري ارتري اللي طالع من الرايت فينتكل. طب ده المكان. طب والزمان؟ during systolic ejection لما الهارت ينقبض انقباضه جامده جدا ويجكت يقذف بالدم بكميه كبيره جدا، فبيبقى في هذه الحاله turbulent flow. ليه؟ لانه due to very high blood velocity بتبقى متر ونص per second او 150 سنتي في السكند لو عايزها بالسنتي. يبقى فين المكان يا اولاد اللي عندنا فيه turbulence؟ قولها بطريقه جميله، المكان او الزمان. المكان عند الروت منبت اكبر شريانين في الجسم، الاورطه ناحيه الليفت والبلمونري ارت ناحيه الرايت، ده المكان. طب والزمان؟ في لحظه السيستوليك ايجكشن، اوعى تنساها. طيب ننتقل بقى الى نكمل نشوف هنعملها ازاي دي. هنشوف كده، ما معلش فيش قلق ولا حاجة، كل شيء هيتوضب. النورمال ارتريز قلنا ما عدا الروت اوف ذا اورتا والبلمونري في لحظة ستوليك ايجكشن ما بيبقاش فيه تيربلان فلو، ما بنسمعش الصوت لو حطيت الاستيسكوب، لانه الرينولد نمبر بيبقى من 100 الى 200. خلاص؟ طيب امتى يحصل بقى سيستوليك ميرمر؟ في حالتين. حتى هنا خدنا لك المثال كويس قوي قوي. انا قلت لك اهم حاجه من غير رينولد نمبر زياده السرعه بتخلي البارتكل تخبط في بعض تبقى تيربلان تدي صوت. يبقى امتى يحصل سيستوليك ميرمر؟ يعني ميرمر في لحظه انقباض القلب، لحظه انقباض القلب نسميها سيستول، الكونتراكشن نسميه سيستول. يبقى لو زاد الفيلوستي اهي، وهذا يحدث في اي حاله تزود كمية الدم اللي بيضخها القلب، فطبعا أدام الكمية زايدة في نفس الفيسل لازم تجري بسرعة. يبقى أي حالة فيها increased cardiac output هتزود الفيلوستي هتؤدي التيربلان فلو تدي سيستوليك ميرمر. أو لو حالة تانية، مين شاطر بقى يقول لي إيه الحاجة اللي هي لو قلت بالعكس الرينال نمبر يزيد وتدي تيربلان فلو وتدي ساوندز؟ طالب قال لي أنا فاكرها، أنت قلت الفيسكاستي اللي هي اللزوجة، لو السائل أقل لزوجة يبقى هيجري بسرعة أكتر، يبقى البارتكلز تخبط في بعض. طب ومين المسؤول الأساسي عن لزوجة الدم؟ RBCs ثم RBCs ثم RBCs ثم بلازما بروتينز. يبقى في السيفير أنيميا لو مفيش RBCs هتبقى لزوجة الدم قليلة، لحتى الناس يقولوا في مثل بلدي الدم عمره ما يبقى مية، لو مية بقى عيش لزج.
خلاص يبقى السيفير انيميا بتدي سيستوليك ميرمر. تمام يا ولاد؟ طيب البلاد فلو عموما اوكيرز منين لفين؟ دي حاجه معروفه فروم هاي تو لو بريشر. يعني الدم بينتقل من الناحيه اللي فيها ضغط اعلى للناحيه اللي فيها ضغط اقل، الا في حاله واحده بس اللي هي لو في مومنتم اللي هي الحركه المكتسبه. عارف؟ يعني زي ما مثلا انت راكب حافله يعني اتوبيس مثلا او عربيه وفجاه فارمل، فانت مكتسب سرعه تلاقي نفسك بتطلع على قدام، لو انت واقف في الاتوبيس والاتوبيس فارمل تلاقي نفسك بتجري على قدام لو انت واقف. يبقى امتى الدم يمشي مش من ضغط اعلى لضغط اقل؟ سؤال ام اس كيو. في حاله لما يبقى فيه مومنتم، يعني حركه مكتسبه فبتخليك تتزق حتى لو البريشر ناحيه حاجه اعلى. انما في الجنرال كلام فيزيكس الدم بينتقل فروم هاير تو لوور اكسبت ان مومنتم. طب النقطه اللي بعد كده، ما هو تعريف البلاد فلو ريت يا اولاد؟ ثلاث كلمات: حجم الدم او ذا كوانتيتي اوف بلاد، فوليوم او كوانتيتي ان ملي لترز، اللي بيعدي باس ثرو سيرتن بوينت نقطه معينه وليكن فيسل معين، بيريونت تايم في وحده الوقت ممكن نحسبها ان سكند ممكن نحسبها ان minutes. يبقى ما هو تعريف البلاد فلو؟ نقولها تاني يا اولاد: ذا فوليوم اور كوانتيتي اوف بلاد نمره واحد، passes certain point نمره اثنين، بيريونت تايم نمره ثلاثه. طب الفلو في اي تيوب بيعتمد على ايه؟ ده كلام بتاع خدناه في اعدادي يا اولاد. تخيل تيوب، وهوريك الرسمه بعد كده في الصفحه اللي بعدها، بينتقل من النقطه اللي فيها حسب فرق الضغط، كل ما زاد فرق الضغط زاد معدل الفلو. يبقى الفلو از دايركتلي بروبورشنال تو ذا بريشر جريدينت اللي هي بي 1 ماينس بي 2. انما كل ما الريزيستنس مقاومه الفيسل زادت يبقى الفلو هيقل، عشان كده حطيناها تحت. يبقى الفلو دايركتلي بروبورشنال تو بريشر جريدينت اللي هي بي 1 ماينس بي 2 وانفيرسلي بروبورشنال تو ريزيستنس. طبعا هو المفروض الصح يبقى دايركتلي بروبورشنال، لو حطيت ايكوالز لازم يبقى في كونستنت. طب لما نحسب الكلام ده فور انتاير سيركوليشن، للسيركوليشن كامله يا اولاد، فور انتاير سيركوليشن، تعال نشوف ايه بقى القصه. معلش احنا بن ايه يقول لك الشطره بتغزل برجل حمار، فاحنا النهارده بنغزل برجل حمار، معانا قلم ورقه بس. فور انتاير سيركوليشن، مين هو الفلو؟ يعني كميه الدم اللي بتمشي في السيركوليشن. الاول عاوز اقول لك حاجه، احنا اكشوال اولاد عندنا تو سيركوليشنز، لان عندنا تو هارتس، فالرايت سايد اهو ده مسؤول عن الدوره الرئويه اللي هو بيودي الدم للرئه عشان يحصل له اكسجينيشن، بينما الليفت سايد اللي هو الليفت اتريوم والليفت فنتكل ده مسؤول عن الدوره الكبرى سيستميك سيركوليشن اللي بتروح للسيستمز. سو اكشوالي وي هاف تو هارتس، بس انا هنا عارف عملت ايه؟ فصلت التو هارتس عن بعض. هنبقى ندرس الكلام ده بالتفصيل في السيركوليشن. We have two hearts because we have two circulations. عندي الرايت سايد اللي هو الرايت اتريوم والرايت فنتكل مسؤولين عن البلمونري سيركوليشن، هنا في اللنج بيحصل اكسجينيشن بلاد. اما الليفت سايد مسؤول عن السيستميك سيركوليشن. فلو انت عاوز حضرتك تحسب الريزيستنس لطالب ذكي، احنا قلنا ارجع المعادله اللي فوق، الفلو بريشر جريدينت على ريزيستنس. لو عاوز من نفس المعادله احسب الريزيستنس تساوي ايه، يبقى اطلع الريزيستنس مطرح الفلو لاني نقلتها في الناحيه الثانيه من المعادله وانزل الفلو تحت، يبقى ريزيستنس بريشر جريدينت اوفر فلو. يبقى ازاي حضرتك تعين الريزيستنس؟ المعادله التافهه بتقول الفلو بريشر جريدينت على ريزيستنس، يبقى من نفس المعادله فكر، يبقى الريزيستنس بريشر جريدينت على فلو. يبقى لازم حضرتك تعرف كام حاجه؟ طيب قال لي حاجتين، البريشر جريدينت والفلو. طب تعالى نشوف بقى الفلو بيساوي ايه. الفلو في السيركوليشن هو الكاردياك اوتبوت. هنعرف ما هو تعريف الكاردياك اوتبوت، هو ذا فوليوم اوف بلاد، او الكلمه شوف اللي جايه بقى للاوائل، بامبد باي وان فنتريكل، لان احنا قلنا الهارت تو فنتريكلز. يعني يا اولاد برغم ان الكاردياك اوتبوت اسمه كاردياك اوتبوت، فالانسان ممكن الكلمه توجهه اتجاه خطا، كاردياك يعني بتاع القلب. لا، نحن لا نتحدث عن القلب انما نتحدث عن وان فنتكل، لان احنا عارفين الفنتكل او الهارت
two ventricles. يبقى تعريف الكاردياك اوتبوت ثلاث كلمات: volume of blood نمرة واحد, pumped by one ventricle نمرة اثنين, per minute. يبقى the volume blood pumped by one ventricle per minute. اهي the volume blood pumped by one ventricle per minute. ده تعريف كاردياك اوتبوت. طب البريشر جريدينت عبارة عن ايه؟ الفرق بين اعلى ضغط واقل ضغط. مجازا يقول لك الاعلى ضغط في الارتري واقل ضغط في الفين, يبقى البريشر جدا بي 1 ماينس بي 2 ارتيريال ناقص فينس بريشر. طبعا ده كلام خطا, لان اللي قلنا ان الدم عشان ينتقل من هنا لهنا لازم هنا يبقى فيه اعلى ضغط وهنا يبقى فيه اقل ضغط. لازم عندي بي 1 يبقى الضغط اعلى ما يمكن وعندي بي 2 الضغط اقل ما يمكن. فالبريشر جدا فور بالمونري سيركوليشن هو الفرق بين الضغط هنا, هنا يعني ايه pulmonary artery, يبقى P1 هو pressure in pulmonary artery. طب في الاخر الدم بيروح لل left atrium, يبقى P2 هي left atrial pressure. بالعكس في systemic circulation عشان الدم ينتقل من هنا لهنا يبقى لازم P1 تبقى اعلى نقطة فيها ضغط و P2 اقل نقطة. طب اعلى نقطة اللي هي مين؟ P1 دي هي بداية الاورتا, يبقى هو الارتيريال blood pressure, aortic pressure. وفي الاخر الدم هيروح لل right atrium, يبقى P2 هي right atrium pressure. ده الأوائل. لكن اللي طالب عادي يقول له pressure gradient يقول له arterial ناقص venous pressure, وهذا خطأ. ده مجازا. الفرق بين أعلى ضغط هو arterial وأقل ضغط هو الفينس. لا, أقل ضغط في السيركوليشن, افتح ودنك, في أي سيركوليشن ما هوش الفينس pressure إنما هو للأوائل الاتريال pressure. لأن فكر معايا simple physics, إيه اللي يخلي الدم يتجه من البلمونري لحد ويعدي على الرئه ويحصل له اكسجينشن ويروح للليفت اتريوم؟ الا ان اعلى ضغط في البلمونري ارتري, ده في حاله البلمونري سيركيليشن بي 1, واقل ضغط في الليفت اتريوم بي 2. العكس هنا, اعلى ضغط في الاورطه في السيستميك سيركيليشن واقل ضغط في الرايت اتريال بريشر. يبقى ده اللي هو موضوع الفلو. يبقى تاني في عجاله يا اولاد قلنا ان احنا وي هاف تو تايبس اوف فلو, لامينار فلو ماشي في طبقات او ستريم لاين, وده ساوندلس وبيتميز بان الفلو اسرع ما يمكن في السنتر وابطا ما يمكن في البريفري. كل دي اسئله ام اس كيو. لو تخطينا سرعه معينه البارتكلز هتخبط في بعض, انها تمشي بالطول وبالعرض فوروردز وسايد تو سايد, هتتقلب الى التيربلن فلو وتدي ساوندز نسميه بروت اور ميرمر. انا مش قادر احرك الحاجه اللي مش عاوز دي نتلخبط, فاسمعني بس. تمام. طيب راجل في الدنيا قال الموضوع مش فيلوستي بس, الموضوع اربع عوامل. اسمه ايه الراجل ده؟ رينولد. فعمل حاجه اسمها رينولد نمبر. فين الرقم الفيصل اللي هو تحتيه البارتكل ماشيه في طبقات ما تخبطش ببعض, لامينار فلو ساوندلس, واللي فوقيه بيخبطوا ببعض تيربلن فلو يدوا ساوندز, رقم 400. حصيل الكام حاجه؟ حصيل الثلاث حاجات, اربع حاجات. قلنا يا اولاد حاجه واحده بس يحفظ كده الطالب الذكي, يحفظ العكس والباقي كله يبقى فوق. ايه الحاجه اللي لو نقصت الفيلوسيتي تزيد؟ لو اللزوجه قلت, لو الفيسكوستي السائل اقل لزوجه يبقى السرعه اكتر. انما الثلاثه التانيين اللي هم فوق السرعه اللي هي الفيلوسيتي واللينث هيخليهم يخبطوا في بعض, والدنستي زي كرات البلياردو لانها دنستي عندها كثافه عاليه لما تخبط في بعض هتدي ساوندز. وقلنا الرقم الفيصل هو 40. طب نورمالي في الفيسلز كام؟ نور اسف 400. 400 تحتها بيبقى لامينار فلو, فوقيها يبقى تيربلن فلو. طب في الفيسل نورمالي كام؟ من 200 تبقى حافظ العدد ده. طب كومبليت تيربلن تحصل عند كام؟ عند 2000. يبقى ثلاث ارقامهم, الرقم الفيصل هو اهمهم 400, النورمال فيسل 100 200, كومبليت تيربلنس عند 2000. هل هيسالك شويه اسئله, هل في النورمال سيركوليشن في حته فيها تيربلنس؟ اوعى تنساه. المكان والزمان, المكان الروت اوف اورتا اند روت اوف بلمونري ارتي, والزمان عند الماكسيمم او السيستوليك ايجكشن. هبقى امثلها لك بس مش قادر اغير الصوره جامد عشان مش عاوز السيت اب يبوظ. ده القصة. طب امتى يبقى في ستوليك ميرمر؟ ميرمر في وقت انقباض القلب لو الدم خارج اكثر سرعة. وقلنا امتى بيبقى عنده هاي فيلوسيتي؟ في اي حالة بيزيد فيها الكاردياك اوتبوت, او لو الدم اقل لزوجة زي في الانيميا, لان لزوجة الدم تعتمد على الار بي سيز.
قلنا عموما يا اولاد البلاب بينتقل من النقطه اللي فيها ضغط اعلى لضغط اقل ما عدا في حاله واحده في الام اتش كيو مومنتم لو في حركه مكتسبه ان ده الاتوبيس وقف خالص وانا بتحرك برضه بتحرك بايه هنا الاتوبيس وقف بتحرك بالحركه المكتسبه بالمومنتم مش حكايه ضغط عالي ضغط اقل. ما هو تعريف البلاد فلو ريت؟ قلنا كوانتيتي اور فوليوم بلاد نمره واحد باس سيرتن بوينت نمره اثنين per unit time نمرة 3 اللي هو in seconds or minutes. طب والفلو في أي تيوب ده كلام بتاع أطفال أي تيوب الفلو فيها بيعتمد على فرق الضغط P1-P2 over resistance. بعدين قلنا أولاد حاجة جميلة خالص إنه طبق الكلام ده على السيركوليشن. أولا اتفقنا إن إحنا ما عندناش one circulation we have two hearts because we have two circulation في الدورة الصغرى اللي هي البلموناري والدورة الكبرى اللي هي السيستميك. الحجم اللي بيضخه 1 هارت يسموه كاردك اوتبوت. يبقى ما هو تعريف كاردك اوتبوت؟ ثلاث كلمات فوليوم اوف بلاد ثاني كلمه بامبد افتح ودنك اهم كلمه مش باي ذا هارت مش باي ذا هارت باي 1 فنتكل باي 1 فنتكل باي 1 فنتكل بير مينيت ده الكاردك اوتبوت هو ده الفلو هو ده اللي هيمشي في السيركوليشن. طب والبريشر جريدينت الكلام هو الفرق بين اعلى ضغط في الار تي ار تي بريشر واقل ضغط في الفينس بريشر ده مش للاوائل الاوائل اعلى ضغط في السيستميك سيركيشن بيبقى في الاورطة واقل ضغط في الرايت اتريوم اهو بص لازم دي اعلى ضغط ودي اقل ضغط في البلمونري اعلى ضغط في البلمونري ارتري واقل ضغط لازم يبقى في الليفت اتريوم والا ايه اللي هيخلي الدم ينتقل من نقطه بي 1 الى بي 2 الا ان الضغط بي 1 اعلى من بي 2 نقطه مهمه جدا بقى يا اولاد تفتكر الريزيستنس بتاعت السيركيشن دي مهمة جدا في الام اس كيو ده الارتريول اللي هو مصغر ارتري شريان صغير ودي الكابيلرز للطالب العادي تقول له الموست امبورتنت فيسل ديتيرمينج ذا بيريفيرال ريزيستنس هو مين؟ هو الارتريولز نوت كابيلرز ليه؟ تعالى بقى احاول امثلها لك ويا رب تفهمها بصوا يا اولاد نفس كمية الدم اللي ماشية في الارتريول ده هتمشي في الخمسة كابيلرز دول اهم خمسة كابيلرز تمام احنا ما يهم كل كابيلري على حدة من الخمسة دول اضيق من الارتريول هو دراعي بس نفس الدم اللي ماشي في هذا الارتريول هيمشي في الخمسة كابيلرز دول انا يهمني مجموع المسطح التوتال كروس سكشن اريا 100% خمسة كابيلرز لما بحطهم جنب بعض هيبقى مساحتهم اكتر من 1 ارتريول يبقى 100% نفس الدم اللي ماشي في الارتريول الواحد ده هيمشي في 5 كابيلرز مجموع مسطح مجموع المساحه المتاحه في الخمسه كابيلرز اكبر من المساحه المتاحه ب 1 ارتريول عشان كده واحد من اهم الاسئله معظم الريزيستنس في السيركيليشن لا يلقاها الدم عند الكابيلرز انما يلقاها افتح ودانك عند الارتريولز الارتريولز نوت ارتريز الشريان الصغير وفهمتها ليه؟ الريزيستنت الاوائل تعتمد على التوتال كروس سكشن اريا نفس الدم اللي ماشي في الارتريول هنا الارتريول ده بيدي خمسه كابيلرز هيمشي في الخمسه كابيلرز مسطح الخمسه كابيلرز مع بعض اكبر من مسطح الارتريول يبقى المقاومه اللي هنلقاها عند الارتريول هتبقى اكتر نحاول بقى نقلب الصفحه اشتغل حاجات غريبه النهارده بس يعني اوكي اهو رميناها خالص ونشتغل فيه طيب نحط المسطره عشان خاطر المسطره بتنتين الصفحه ما تنتنيش اشتغل بحاجات غريبه بس يعني وي يس وي كان نقدر نشتغل مفيش مشاكل توكل على الله نبتدئ الموضوع الثاني في المحاضرة الثانية في البايوفيزيكس وهو هيجن بوازي لو وهذا القانون قد وضعه بوازي في سنة 1840 والهيجن بوازي إكويجن أو لو هو مستنبط من معادلتين فالمعادلة الأولى بتقول إن الفلو في أي تيوب أهو directly proportional to pressure gradient يعني فرق الضغط بين جانبي التيوب
over resistance. دي المعادلة الأولى. يعني كل ما يزيد فرق الضغط هيزيد الفلو، لكن كل ما تزيد الريزيستنس هتقل الفلو. المعادلة الثانية بتقول إن الريزيستنس اللي بيلقاها السائل بيمر في التيوب بتعتمد على شيئين في التيوب وعلى شيء في السائل. ففي التيوب كل ما زاد اللينث طول التيوب بتزيد الريزيستنس، لكن كل ما اتساع الأنبوبة زاد، الأنبوبة بقت أكثر اتساعا، الراديوس بتاعها زاد، بتقل الريزيستنس. وعليه يبقى الريزيستنس directly proportional to length لكن inversely proportion to the radius. وعاوزك تركز معايا هنا، force power يعني أس أربعة. طب ايه الحاجة اللي في السائل؟ الفيسكوستي بتاعت الفلويد، لزوجة السائل، كل ما زادت لزوجة زاد الريزيستنس. يبقى المعادلة التانية بتقول ان الريزيستنس directly proportional to length، نمرة اتنين viscosity بتاعت الفلويد، ونمرة تلاتة inversely proportional to the radius force power. انا عاوز نتأمل مع بعض يا اولاد في هذه المعادلة، فنلاحظ ان اكثر العامل تأثيرا على resistance هو radius، لانه force power أس أربعة. وهذا يدل على انه وراء الخلق خالق، لان under normal physiological conditions في الاحوال الطبيعية لو طبقنا الكلام ده على blood vessels فنلاقي ان length بتاع blood vessels لا يمكن تغييره constant. كذا الفيسكوستي اوف بلاد لزوجة الدم في معظم الآونة under normal physiological condition ثابتة. إذا الإنسان في مقدوره إن يغير حاجة واحدة بس، ريزيستنس، بإنه يوسع الفيسلز اللي بنسميه فازو دايليتيشن، أو يضيق الفيسلز فازو كونستريكشن. فلأن الخالق سخر كل شيء لصالح الإنسان، فخلى العامل الوحيد اللي في مقدور الإنسان يغيره في البلود فيسلز وهو الريديوس هو الأكثر تأثيرا على الريزيستنس. ودي مثال، يعني لو إن يا أولاد البلود فيسلز اتسع الريديوس بتاعه مرتين إلى الضعف، فالمقاومة مش هتقل مرتين، مش هتبقى النص، إنما هتقل 2 أس 4، يعني 2 مضروبة في نفسها 4 مرات، 2 في 2 في 2 في 2 هتقل 16 مرة. ده شيء جميل. يبقى فعلا وراء الخلق خالق. القوة الوحيدة اللي بتتغير في الإنسان في البلاد فيسل وهي الريديوس، ربنا خلاها هي الأكثر تأثيرا في الريزيستنس لأنها force power. كل اللي عمله بوازي في معادلته عمل إيه؟ إن هو ضغم المعادلتين في معادلة واحدة، أو تعبير آخر عوض عن الريزيستنس في المعادلة الأولى بما يساويها في المعادلة الثانية. فتعال نقول، يعني قال إن الفلو pressure gradient على resistance، فبدل ما حط على resistance حط القيمة دي، يبقى على length في الفيسكوستي على على على، يبقى تطلع فوق على radius force power، فبقى radius force power فوق. فيبقى كل اللي عمله بوزيلو ان هو ضغم المعادلة الاولى والثانية، عوض عن resistance في المعادلة الاولى بما يساويها في المعادلة الثانية. طب احنا كلنا تعلمنا اما عاوز احول directly proportional الى equals يبقى عاوز constant. طب انا المعادلة الاولى كانت directly proportional، يبقى عشان تخليها equals عاوزها constant، والمعادلة الثانية directly proportional، يبقى عشان تبقى equals عاوزها constant. ومن هنا تطلب الامر ان يبقى عندي اتنين constant اللي هما pi اللي هي اللي فوق وتمانية اللي تحت. فالبوزيلو بيقول ان الفلو directly proportion to pressure gradient over resistance
حطينا ريزيستنس بما يعادلها اللي هو اللينث في الفيسكوستي على مفروض على الراديوس فورس باور يبقى يطلع فوق لان على بتطلع فوق. لما احط بدل دايركتلي بروبورشن ايكوالز يبقى احتاجت كونستانت اللي هو الباي و8. وزي ما قلنا ان اللينث في البلاد فيسل از كونستانت، الفيسكوستي اوف بلاد فيسل بتبقى كونستانت اندر فيسيولوجيكال كونديشنز، وعليه الراديوس هو الطريقة الأساسية البرايمري مينز أو مين باي ويتش الريزيستنس وبلاد فيسل إز ريجوليتد. فعشان كده ربنا خلاها زي ما قلنا أولاد هي الأكثر تأثيرا، فلو زاد الراديوس للضعف 2 تايمز الريزيستنس ما بتقلش للنص، ما بتقلش مرتين لأن 2 أس 4 بتقل 16 مرة. هو ده قصة بوازيلو. واللي عاوز أقوله يا أولاد للزملاء الأصغر سنا وليه كنتوا الأوائل، أكشلي المعادلة الأساسية بتاع بوازي ما كانتش بتقول إن الفلو بيساوي الكلام ده، هو كان بيتكلم على البريشر جريدينت. يعني المعادلة كان عاوز يقيس البريشر جريدينت، المعادلة الأساسية بتاعته البريشر جريدينت. فلو حضرتك البريشر جريدينت هنا وهتنقل كل دول للناحيه اللي فيها الفلو ان انت عاوز تقيس البريشر جريدينت، فاللينث والفيسكوستي اللي مقسومين هنا هيجوا مضروبين في الفلو، والرادياس اللي مضروب هنا هيجي مقسوم. فالمعادله الاساسيه للزملاء الاصغر سنا الاوائل ما بتقولش الفلو، انما هو كان بيحاول يقيس البريشر جريدينت اللي هو دلتا بي. ده الموضوع الثاني اللي هو البوازيلو او الفاسكو ريزيستنس، اللي هو قلت معادله تم استنتاجها من معادلتين، الفلو بريشر جريدينت على ريزيستنس. طب الريزيستنس اللينث في الفيسكوستي على الراديوس فورس باور هنعوض عن الريزيستنس من المعادله الثانيه في المعادله الاولى، فيبقى الفلو دايركتلي بروبورشن تو بريشر جريدينت على بدل ريزيستنس، اللينث في الفيسكوستي على تبقى تطلع فوق الراديوس فورس باور. حط ايكوالز احتاجنا تو كونستانتس اللي هو باي و8، وقلنا ان لا نقدر نغير اللينث ولا نقدر نغير الفيسكوستي، الاثنين كونستانت. اللي بنغيره بس هو الراديوس بان احنا بنضيق الفيسل فازو كونستكشن او نوسع فازو دلتيشن، فربنا خلاه العامل اكثر تاثيرا ان لو زاد الراديوس 2 تايمز الريزيستنس بتقل 16 تايمز. طيب ننتقل في عجاله قبل ما البث ينقطع الى اللابلاس لو. ده بنشتغل طبعا في ظروف الضغط ودرجه الحراره، بس زي ما بقول دي محاضره استثنائيه مش هنحطها على اليوتيوب عشان خاطر بعض الزملاء اللي طلبوها عشان خاطر الامتحان اللي عندهم. نيجي اللو اوف لابلاس وكنا اتكلمنا عليه قبل كده يا اولاد. فبنقول الاتي، الراجل اللي اسمه لابلاس، وممكن طبعا اللابلاس نكتب لا والبلاس اللي هو البي تكتب كابيتال، يعني ممكن تكتب بطريقتين كلمه لابلاس، لا وبلاس البي كابيتال، او ممكن يكتبها مجازا لابلاس زي ما هي مكتوبه قصادكم كده. الراجل ده كان عاوز يدرس الإجهاد على الجدار، التنشن الشد الإجهاد على الجدار بتاع الفيسل اللي هي تماثل الأنبوبة، أو الهولو أورجان اللي هو يماثل بالون. يعني الإجهاد على الجدار اللي هو ممكن يفرقع الجدار، يفرقع الفيسل أو يفرقع الهولو أورجان، بيعتمد على إيه؟ فوجد إنه بيعتمد على شيئين. لو سألنا رجل الشارع تفتكر ايه الحاجة اللي ممكن تزود الإجهاد على جدار أنبوبة اللي هو الفيسل وتفرقعها، هيقول بريشر، لو زاد البريشر هيزيد التنشن. إنما لابلاس تميز عن رجل الشارع بأنه قال لا لا لا، الموضوع مش زي ما رجل الشارع فاهم بس إن الإجهاد موضوع بريشر، لا ده في موضوع آخر ألا وهو الاريا لهذا البريشر. يعني كل ما
الاريا بتاعت الفيسل معرضه للبريشر، كل ما الفيسل بقى اوسع بقى في مساحه اكبر معرضه للبريشر، احتمال ان الفيسل يرابشر ويفرقع والاجهاد يزيد يبقى اكتر. طب من يمثل محيط الدائره اللي هي الاريا المعرضه للبريشر؟ هو الراديوس، لان محيط الدائره بتحسبها بالراديوس وثابت. فهو بهذا تميز لابلاس ان الاجهاد الشد التنشن على الول اللي هو ممكن يعمل رابتشر في الول ليس هو فقط محصله البريشر، لما البريشر يزيد تفرقع الفيسل او يفرقع الهولو اورجن، لا لا لا، ده كمان الحاجه المهمه اللي هي الاريا المعرضه لهذا البريشر. كل ما الاريا زادت، كل ما الانبوبه كانت اوسع، يبقى مساحه اكبر معرضه لهذا البريشر، يبقى احتمال انها ترابشر بسبب التنشن الاجهاد هيزيد. واقول لك ولها تطبيق في الحياه العمليه، ان الماسوره الصغيره في البيت بتاعت الميه والماسوره الكبيره اللي هي بتجايبه السبلاي لكل الشارع، هم فيهم الميه بنفس البريشر، بس الماسوره اللي محطوطه تحت الارض في الشارع لانها كبيره قوي، فاريا كبيره جدا معرضه لهذا البريشر، فالتنشن والاجهاد عليها جامد قوي، فعشان كده بيعملوها سميكه جدا، بينما الانبوبه ومواسير الميه اللي في البيت بتبقى السمك بتاعها قليل. هذا بسبب لابلاس، ان الموضوع مش موضوع بريشر بس يا اولاد، ان التنشن الاجهاد على الول هو محصله شيئين. الشيء الاول اللي هو البريشر اللي عرفها رجل الشارع، والشيء الثاني اللي هو الاريا المعرضه لهذا البريشر، ويمثلها هنا هو الراديوس. عشان كده لابلاس قال يبقى التنشن البريشر في الراديوس، اهو ده القانون. طيب هذا لابلاس له تطبيقات كثيره ممكن نطبقه بيكسبلينز ماني فيسيولوجيكال فينومينا، ظواهر فيسيولوجيه كثيره هنذكر منها خمسه، وما عشقت مثل عشق النظام، فثلاثه منهم هنطبقهم على الكارديو فاسكولار سيستم، الهارت و الفيسلز، واثنين تانيين بقيه الخمسه هناخد صوره اخرى للقانون وهنطبقه على حاجات تانيه غير الكاردو فاسكولار سيستم. ناخد الصوره الاساسيه للقانون اهي قصادك، اللي هي التنشن تساوي البريشر، التنشن تساوي البريشر في الريديس، دي اللي هنطبقها ثلاث تطبيقات على الكاردو فاسكولار سيستم. اول تطبيق، العيان يا اولاد اللي عنده هبوط في القلب بيبقى عنده دايليتيشن في الهارت، يعني الهارت بتاعه متسع، وعليه متسع يعني محيط القلب كبير، يبقى الاريا المعرضه للتنشن كبيره، وعليه هذا الهارت يبقى اكثر اجهادا من القلب الطبيعي، يبقى ده بيفسر الاكسس انرجي نيدد باي دايليتد هارت في حاله الهارت فيلير مقارنه بالنورمال هارت تو بامب to perform the same work، عشان يعمل نفس المجهود. بس لما يبقى عشان الهارت يولد نفس الضغط وهو دايليتد، يبقى هذا الضغط معرض اليه مساحه اكبر، يبقى الاجهاد على هذا القلب اكتر، يبقى في اكسس انرجي. تاني حاجه، ان تعال نفهم مع بعض يا ولاد، ل 98 من مجهود القلب، افهموا الكلام ده كويس قوي، بيعملوا تخيل 97 98% من مجهود القلب عشان يضخ حجم معين في مواجهه ضغط معين، يبقى سيرتن فوليوم في مواجهه سيرتن بريشر، فالفوليوم ده نسميه فوليوم لود وده نسميه بريشر لود. يبقى متى يزيد مجهود القلب؟ في حالتين، لو زاد الفوليوم اللي هيضخه او لو زاد البريشر اللي مقابله. تعال نشوف الفرق، الاجهاد على القلب في حاله زياده البريشر اكتر من حاله زياده الفوليوم.
الاول عاوز نتفق على حته هتفيدنا في ستارنج لو. قلنا 97 98% مجهود القلب، واشوف مين هيفتكر الكلام ده في السيركوليشن، بيبذله القلب ليضخ حجم معين، فوليوم معين في مواجهه ضغط معين. يبقى ده يسموه فوليوم لود وده يسموه بريشر لود. الفوليوم اللي ده بيتلقى القلب قبل ما ينقبض فسموه بريلود، يعني الهارت بيتلقى الدم ثم ينقبض، عشان كده سموا الفوليوم لود بريلود لانه بيسبق الانقباض. بينما زياده الضغط زي العيانين اللي عندهم هايبرتنشن، الهارت ما بيعرفش ان الضغط زاد غير لازم الاول ينقبض ويفتح الاورتيك فالف فيفاجئ بان الضغط عالي، يبقى بيفاجئ بالضغط العالي بالورك الكبير ده بعد ما ينقبض فسموها افتر لود. يبقى الفوليوم لود بريلود لانه قبل الانقباض، انما البريشر لود زي الاورتيك بريشر هو ده اللي بنسميه الافتر لود. حتى افتكرها الايه مع الايه، الاورتيك بريشر الارتيريال بلاد بريشر هو ده الافتر لود، لانه هو لما ينقبض ويفتح الفالف هيفاجئ بالضغط. يبقى بيفاجئ بالضغط بعد ما ينقبض، ينقبض والفالف يفتح يفاجئ بالضغط عالي بعد الانقباض، فسموا الاورتيك بريشر او الارتيريال بلاد بريشر افتر لود، اوعى تنساه. بينما الفوليوم لما بيزيد بيزيد قبل ما يبتدي الانقباض فيسموه بريلود. تبقى فاهم دي كويس. ايهما اكثر اجهادا؟ هقول لك حتى بطريقه تخليك تعرف ان الطب لطيف، احكي لك بطريقه جميله. يوجد اثنان من المرضى عيان عنده ارتجاع في صمام القلب، فالهارت بيجي له دم من الاورده زائد الدم المرتجع من الشرايين، يبقى اذا زاد الفوليوم اللي هيضخه، انه بالاضافه للدم اللي عائد للقلب من الاورده بعد ما بيضخ الدم في الشرايين بيرتجع تاني، يبقى الفوليوم زاد. وعيان اخر عنده هايبرتنشن زياده في الضغط، يبقى عنده زياده في الافتر لود في البريشر لود. تفتكر اي المرضين اخطر؟ اللي مش فاهم الا بلس لو ياخد الكلمات كده يعني بثقلها فيقول لك ارتجاع في صمام القلب دي حاجه خطيره جدا، انما زياده الضغط مش بنفس الخطوره، العكس هو الصحيح تماما. البريشر لود اخطر من الفوليوم لود. البريشر وورك انه يبذل مجهود بسبب زياده البريشر اصعب من انه يعمل فوليوم وورك. ليه بقى؟ لان بص معايا، ان لابلاس بيقول التنشن بيساوي الريدياس في البريشر، لما بيزيد الفوليوم يبقى زاد الريدياس فقط. لكن بص معايا، لما يزيد البريشر، زاد البريشر يبقى دي البريشر زاد اهو، يجي الهارت يضخ الدم قصاده فيه ريزيستنس بريشر عالي فيضخ كميه قليله، فاللي بقى فيه يبقى كميه كبيره، يبقى مره اخرى كمان الريدياس زاد. يبقى في حاله زياده البريشر، البريشر زاد وبسبب زياده البريشر ما قدرش يضخ الحجم الواجب، فاللي ما ضخهوش استنى جواه، فالهارت بقى فيه فوليوم اكتر زاد الريدياس. يبقى في البريشر وورك زاد البريشر وزاد الريدياس، فهي اخطر من الفوليوم وورك اللي بيزيد فيه الريدياس فقط. يبقى في الفوليوم وورك لما الهارت بيحصل فيه ارتجاع للدم اللي بيضخه بيزيد الريدياس بس، لكن البريشر زي ما هو. لكن لما البريشر بيزيد، بيزيد البريشر ادي واحده، ويزيد كمان الدم اللي ما قدرش يضخه قاعد عنده ويزيد الراديوس. ولابلاس قال التنشن بيعتمد على البريشر والراديوس، ففي البريشر وورك زاد البريشر وزادت البريشر خلت مش كل الدم خرج من الهارت، في دم قاعد في الهارت الراديوس زاد يبقى زاد الاثنين، انما في الفوليوم وورك زاد الراديوس بس، يبقى ده اخطر. طيب ننتقل يا اولاد للتطبيق الثالث وهو على الفيسل. معلش المواضيع صعبة شوية، نستأنف يا ولاد. تالت حاجة نيجي لل vessels. تفتكر الإجهاد على جدار الأورطة أكتر ولا على جدار الشعيرات الدموية؟ نحسب، احنا قلنا الإجهاد اللي هو التنشن ده حاصل البريشر في الريديوس، فنقارن البريشر في الأورطة 120 العالي و80 الواطي
اللي هو بنسميه سيستوليك بريشر وديستوليك بريشر، يبقى المتوسط 100 تقريبا. الكابيلاري الضغط ناحيه الارتري بيبقى عالي 35 مليمتر مركوري، ناحيه الفينز بيبقى واطي 15 مليمتر مركوري. يبقى متوسط 35 و15 يبقوا مجموعهم 50 على 2 يبقى 25. يبقى متوسط الضغط في الاورطه 120 زائد 80 على 2 يبقى 200 على 2 يبقى 100. متوسط الضغط في الكابيلاريز 35 زائد 15 يبقى 50 على 2 يبقى 25. يبقى البريشر في الاورطه 4 تايمز ذات اوف كابيلاريز، ده البريشر. طب تعالى الراديوس، الاورطه الراديوس بتاعه 4000 مره قد الكابيلاري. خد بالك كلمه كابيلاري مش معناها شعره، شعيره. يبقى تتوقع الاجهاد على الاورطه بقى كم مره قد الكابيلاري؟ 4 مرات بسبب البريشر، و 4000 مره بسبب الراديوس. يبقى الاجهاد 4 × 4000 يبقى 16000 مره ذات اوف كابيلاري. وعليه اهم حاجه بقى في الام اس كيو يا اولاد، يبقى الاجهاد الواقع على جدار الكابيلاري قليل جدا، صعب جدا ان جدار الكابيلاري يتقطع يحصل له رابتشر، اتس نوت ايزلي رابتشر. فالكابيلاريز جمله في الام اس كيو مهمه، ار نوت نورمالي فراجايل، ما هياش هشه. اقول لك معلومه جميله، يمكن لجدار الكابيلاريز ان يتحمل ضغط مساوي للاورتيك بريشر اللي هو الارتير بلاد بريشر وما يتقطعش. تصور ليه؟ الضغط زي اللي في الاورطه، بس في مميزه في الكابيلاري، ان هذا الضغط العالي معرض ليه مساحه صغيره جدا، لان الكابيلاري الراديوس بتاعها صغير جدا. فممكن ان الكابيلاري، صدق بليف ات، تتحمل ضغط موازي للارتير بلاد بريشر من غير ما يحصل لها رابشر. يبقى جملة مهمة جدا تحفظها في حياتك. يبقى الكابيلاريز ار ديليكيت ستراكشرز، يبقى تراكيب رقيقة صح، بات نوت فراجايل، نوت ايزلي رابتشرد، مش سهل تتقطع اندر فيسيولوجيكال كونديشنز. انما طبعا في حالات مش فيسيولوجية بتبقى الكابيلاريز فيها فراجايل، لسه هناخدها في سيركوليشن، اهمها مرض الاسقربوت اللي هو مرض السكيرفي اللي هو بسبب نقص فيتامين سي. وعشان كده بقول لك when you brush your teeth، لما بتغسل سنانك بالفرشه مش مفروض ان يحصل بليدنج من الكابيلاريز بتاعت الجامز. لو حصل لك بليدنج من الكابيلاريز بتاعت الجامز دي مش حاجه فيسيولوجيكال، مش مفروض الكابيلاريز تبقى فراجايل، يبقى غالبا عندك نقص فيتامين سي، فعليك بقى بالليمون واليوسفي والبرتقال او تاخد اقراص فيتامين سي. يبقى دي التطبيق الثالث، ان شفت بقى انه الاجهاد على الاورطه 16000 مره قد الاجهاد على الكابيلاري، 4 مرات بسبب البريشر في الاورطه اعلى 4 مرات من الكابيلاريز، و4000 مره بسبب الاورطه اوسع، المساحه المعرضه 4000 مره قد الكابيلاري لان الاورطه اوسع بكتير. وعليه الكابيلاريز اجهاد عليها قليل، وعليه الكابيلاريز يمكن ان تتحمل ضغط مساوي للاورتيك، اورتيك ارتيا بلاد بريشر دون ان تنكسر. الكابيلاريز ديليكت بات نوت فراجايل، نوت ايزلي رابتشر، دي مهمه قوي في الام اس كيو. امتى تبقى رابتشر؟ دي مش حاجه فيسيولوجيه، في عديد من الامراض على راسها مرض الاسقربوط. دول الثلاث تطبيقات اللي موجوده عندنا في السيركوليشن. طيب ناخد بقى التطبيق الرابع والتطبيق الخامس، ودول خدناهم قبل كده يا اولاد. هنا هنستنتجهم من نفس القانون بس هنقوله بصورة أخرى. أنا ممكن أهي القانون موجود قصادك، الطبيعي بيقول التنشن بتساوي البريشر في راديوس. طب من واقع هذا القانون يبقى البريشر تساوي إيه؟ البريشر تساوي التنشن على الراديوس. أهي فاكر كنا قلنا في المحاضرة السابقة إن اليورينري بلادر عندها هاي كومبلاينس، يعني ممكن تجمع فيها 400 سنتي بول، يعني كميه البول تزداد في المثانه البوليه من 50 سنتي بول الى 400
مليليتر، ما هو مليليتر هو السنتيمتر المكعب، لان المليليتر يعني واحد على الف مليلتر، يعني سنتيمتر مكعب. مش عاوز عبط، طالب يقول لي دي حاجه ودي حاجه. المليليتر هو الكيوبيك سنتيمتر. فالمثانه البوليه بتاعت حضرتك ممكن تجمع فيها اب 400 سنتي بول والبريشر ما يزيدش. ليه؟ لان انت ما بتجمع فيها بول كتير، الاجهاد التنشن بيزيد، لكن في نفس الوقت بتوسع فالريديوس بيزيد، يعني البسط والمقام الاثنين ده زادوا، اللي فوق زاد واللي تحت زاد، فالبريشر يقعد ثابت. حتى كنا قلنا ان اليورينا بلادر عندها هاي كومبلاينس بسببين، اللو اوف لابلاس ثم اللو اوف لابلاس ثم اللو اوف لابلاس، هو الموضوع ده، ثم البلاستيستي. راجع المحاضره الماضيه. نفس كان في الاستومك، الاستومك ممكن تتسع وتشيل بقى لتر اكل، مش 400 سنتي، لتر من الفود، وبرضه من غير ما البريشر يزيد. ليه؟ بسبب اللو اوف لابلاس، ان التنشن هيزيد لكن بتتسع المعده فريديس يزيد، يبقى اللي فوق زاد واللي تحت زاد، يبقى البريشر يقعد ثابت. لو اوف لابلاس ثم لو اوف لابلاس ثم لو اوف لابلاس ثم تاني حاجه البلاستيستي قلناها، ثم ثالث حاجه قلناها ان الفيجاس العصب العاشر اللي هو احد الاعصاب المخيه، سموه العصب الحائر، اللي بيعمل انقباض في معظم القناه الهضميه، يجي في المعده في الجزء الاول في المعده اللي هو بيختزن الاكل، ويعمله بالعكس انبساط ريلاكسيشن، فده يمنع ارتفاع الضغط. يبقى الهاي كومبلاينس اوف ستومك سببها ثلاث حاجات، موضوعنا اللي هو اللو اوف لابلاس ثم اللو اوف لابلاس ثم اللو اوف لابلاس، ثم ده المثانه البوليه البلاستيستي، وتزيد حاجه ثالثه الفيجاس. يبقى ده كان اللو اوف لابلاس. يبقى نلخصه ثاني يا اولاد في عجاله. يبقى اللو اوف لابلاس بيقول ان التنشن اللي ممكن يفرقع اي فيسل هو محصله حاجتين، مش بس البريشر زي ما بيقول رجل الشارع، والاريا المعرضه لهذا البريشر، ويمثلها هنا محيط الدايره يمثله مين؟ الريديس. كل ما الريديس زاد محيط الدايره والاريا المعرضه زادت. ويوجد لهذا القانون خمس تطبيقات، اول ثلاثه لتطبيق القانون العادي تنشن بريشر فريديس، وكلهم في الكارديو فاسكولار، اثنين في الهارت وواحده في الفيسل. فقلنا الدايليتد هارت اللي زاد عنده الريديس هيبقى مجهد، هيزيد التنشن زي العيان اللي عنده هارت فيلير. وقلنا ان الهارت بيبذل جهدا في شيئين، عشان يضخ حجم معين في مواجهه بريشر معين، في فوليوم وورك وفي بريشر وورك. ايهما اخطر؟ البريشر وورك، لان في الفوليوم وورك بيزيد الريديس بس، انما في البريشر وورك بيزيد البريشر بسبب زياده البريشر، وزياده البريشر بتخلي مش كل الدم يتضخ بره القلب، دم اكثر بيقعد في القلب، فالريديس كمان بيزيد، فيبقى الهايبرتنشن اكثر خطوره من ارتجاع الصمامات، لان في الهايبرتنشن بيبقى فيه بريشر وورك، بينما في ارتجاع الصمامات بيبقى فيه فوليوم وورك. ثالث حاجه خدناها بقى مش في الهارت، خدناها في البلاد فيسلز، فقلنا الاورطه الاجهاد المعرض ليه، وعشان كده الوول بتاع الاورطه فيري ثيك مقارنه بالكابيلري، لان اربع مرات البريشر اكتر والمساحه المعرضه الريديس 4000 مره قد الكابيلري، يبقى 16000 مره الاجهاد على الاورطه منه على الكابيلري. وعشان كده قلنا ان الكابيلري ما عليهاش اجهاد يسكر، الكابيلري ديليكت بات نوت فراجايل، نوت ايزلي رابتشر، ممكن تتحمل ضغط يعادل الضغط الشرياني. ثم خدنا تطبيقين على صوره اخرى للقانون، تنشن بيساوي بريشر في ريديس، يبقى من هذا القانون ممكن نقول يبقى البريشر يساوي التنشن على الريديس. ان اليورينال بلادر والاستومك ممكن اليورينال بلادر تشيل 400 سنتي بول، وممكن الاستومك تشيل لتر اكل من غير ما البريشر يزيد، لانه تنشن بيزيد لكن بسبب اتساع المثانه واتساع المعده الريديس بيزيد، فلما الاثنين يزيدوا البريشر يقعد ثابت. ده كان القانون الثاني يا اولاد. نيجي بقى ناخد القانون الاخير وهو ستاردنج لو. فتحملوني بس شويه في المأساه اللي انا فيها دي، والتي لن تتكرر باذن الله لما اعود الى موضع البث الاساسي بتاعي.
نيجي ستاردينج لو يا اولاد. ستاردينج لو الاول بس عاوز يعني اشرح لكم حاجه. ان ستاردينج لو او فرانك ستاردينج لو وهو الحقيقه قانون عملوا اتنين، واحد اسمه فرانك والتاني اسمه ستاردينج. الاشهر فيهم هو ستاردينج. دي معلومات للزملاء الاصغر سنا. حقيقه الامر هذا القانون لا عمله فرانك ولا عمله ستاردينج، انما في سنه 1913 عمله راجل اسمه مستريني ايطالي. انما هما اللي عملوا له تطبيقات واصبح القانون باسمهما، برغم ان هو اللي عمله مستريني الايطالي في 1913. لا عمله ستارلينج ولا عمله فرانك. فرانك طبقه على قلب الضفدعه، وستارلينج طبقه على قلب الكلب. هذه المعلومات للزملاء الاصغر سنا والاوائل يا اولاد. بيقول ايه ستارلينج ده؟ الستيب بتاع القانون. بيقول within limits. عم بصوا مع بعض. كل ما تزود الطول المبدئي الانيشال لينث بتاع العضله هيزيد الفورس اوف كونتراكشن قوه الانقباض، بس within limit بحدود. يبقى within limits شوف حتى انا ببتدي بيها، كان ممكن نحطها في الاخر بس الاهميات يا عشان خايف تنساها، فبقول لك within limits يعني هذا القانون له limits. كل ما تزود الانيشال لينث بتاع العضله الطول المبدئي هيزيد الفورس اوف كونتراكشن. وله تطبيق جميل وبحب اقول التطبيقات عشان تحب المعلومات. في مسابقة رمي الرمح، خلاص؟ دي مسابقة لقياس قوة البيكتوراليس ميجر، العضلة دي بتاعت الصدر. بجيب ايدي لورا، صح؟ فأنا كده بزود الطول المبدئي البيكتوراليس ميجر، فأقدر قوة الانقباض تزيد، فالرمح يروح لمسافة أكتر. يبقى هنا الشخص رامي الرمح بيطبق ستارنج لو، بيزود الانيشال لينث بتاع البكتوراليس ميجر عشان يزود الفورس اوف كونتراكشن ويذين ليميتس. يعني لو خدت ايده لورا اكتر مما ينبغي، لا بالعكس الانقباض هيقل. فده هو ستارنج لو. طيب تعال نشوف ليه لما بزود الانيشال لينث بمصل قوه الانقباض بيزيد. الاول احنا هنطبق ده على القلب زي ما عمل فرانك على الفروجز هارت، وزي ما عمل ستارلينج على الدوجز هارت. وقلنا ان مستريني هو اللي عملهم القانون الاساسي بتاع سنه 1913. معلومات للزملاء الاصغر سنا والاوائل يا اولاد عشان نقول محاضرات كويسه ونثريها. في الهارت فين الانيشال لينث؟ الهارت يا اولاد لما بينبسط ويمتلئ دم بيسموا ده داستول، لما ينقبض يسموا ده سيستول. يبقى الانبساط داستول والانقباض سيستول. فالانيشال لينث بتاع عضله القلب هو حجم الهارت في نهايه الداستول لما يتملي على الاخر، هو ده بقى الانيشال لينث اللي هنبتدي بيه. يبقى يسموه اند داستوليك فوليوم. يبقى اللي يمثل انيشال لينث في القلب هو الاند داستوليك فوليوم، يعني حجم الهارت في نهايه الداستول. كل ما تزود الانيشال لينث كل ما تزود الاند داستوليك فوليوم هيزيد الفورس اوف كونتراكشن ويذين ليميتس. يبقى ده التطبيق في القلب. تعالى بقى برضو افهمكم ليه لما بتزود الطول المبدئي للعضله بيزيد قوه الانقباض. يا رب باذن الله ما ينقطعش الارسال عند الدكتوره. طيب بص معايا هنا. العضله اي عضله في حضرتك سواء كانت سكيليتال ماسل او كاردياك ماسل بتتكون من نوعين من البروتين فيلامنتس، فيها نوعين من البروتين فيلامنتس. نوع سميك بيسموه مايسن، اهو يا اولاد. مايو يعني عضله واي ان يعني بروتين، مايسن يعني بروتين بتاع العضله، مايسن. وده ما بيلمعش في الضوء. عشان كده بيسموه المايسن ده اي باند، لما تشوف تحت الميكروسكوب بتلاقي كده في باند غامقه اللي هي بتتكون من المايسن. لان لا يلمع معناها ان ايزوتروبيك. ان يعني ما في، لا ايزوتروبيك يعني بيلمع.
فما بيلمعش في الضوء، عشان كده يسموا المايسين اي باند. متداخل مع المايسين فيلامنتس تانية ارفع اهي اللي بشاور عليها، اسمها الاكتين فيلامنتس. خلاص سموها اكتين فيلامنتس، ودي بتلمع في الضوء لانها بتبان افتح، فيسموها ايزوتروبيك. عشان كده بيسموها اول حرف في ايزوتروبيك اي يبقى اي باند. يبقى تاني، تتكون اي عضله في جسمك سواء كانت سكيليتال او كاردياك من نوعين اساسيين من الفيلامنتس، اللي في فيلامنتس ثانيه بس دول الاساسيين. مايسين اللي هو الثيك باند اللي هو الاي باند ان ايزوتروبيك لا يلمع في الضوء، واكتين اللي هو الثين باند اللي هو الايزوتروبيك اللي بيلمع في الضوء. وسموه اكتين ليه؟ لان ازاي العضله بتنقبض يا ولاد؟ زي ما انت شايف الرسمه ان بيطلع من المايسين كروس بريدجز، كباري عابره اللي هي باللون الاحمر اهي، بتطلع من المايسين تمسك الاكتين وتشده لجوه فالعضله تقصر. يبقى مين اللي بيتحرك؟ الاكتين. عشان كده لاول مره فهمت هو ليه سموه اكتين، لان هو اللي بيعمل الاكشن. يبقى المايسين بيشد ويحرك الاكتين، بيدخل الاثنين اكتين جواه فالعضله ككل تقصر. طيب في منتصف الاي باند اللي هو الاكتين في حاجه اسمها زد لاين، اديك شايف زد يمين وزد شمال اهو، زد لاين يمين وزد لاين شمال. المسافه ما بين تو سكسيسيف زد لاينز بيسموها ساركومير. ساركو اللي هي باللون الاسود معناها عضله، ومير معناها قطعه، قطعه العضله، ساركومير. يبقى ما هي الساركومير؟ اللي هي وحده الانقباض، اليونت اوف كونتراكشن. يبقى ما هي اليونت اوف كونتراكشن، وحده انقباض العضله؟ اسمها ساركومير، قطعه العضله. ساركو يعني عضله، ومير يعني قطعه، اللي هي الديستان بتوين، افتح ودنك، تو سكسيسيف زد لاينز. احسن العضله قوه الانقباض بتاعتها بتعتمد على ايه؟ افهم مين اللي بيشد الاكتين على المايسين وبالتالي يعمل انقباض؟ الكروس بريدجز اللي هي باللون الاحمر. يبقى كل ما عدد الكروس بريدجز زاد، اللي بيصل المايسين للاكتين، اللي بيطلع من المايسين ويمسك الاكتين، كل ما عددهم زاد يبقى المايسين هيشد الاكتين بقوه اكتر، يبقى قوه الانقباض هتبقى اكتر. يبقى اذا يا اولاد الفورس اوف كونتراكشن اهي بتعتمد على عدد الكروس بريدجز ما بين المايسين والاكتين، اللي هي الجمله اللي مكتوبه اهي عندك الاولانيه اهي. يبقى الفورس اوف كونتراكشن دايركتلي بروبورشن تو ذا نمبر اوف كروس بريدجز ما بين المايسين والاكتين. اكبر عدد من الكروس بريدجز بيحصل لما يبقى التو اكتين فيلامنت زي ما انا راسم الرسمهم متلامسان. حتى انا ما رضيتش المسهم قوي عشان لا تفتكرهم خط واحد، فحطيت نقطه بيضاء ما بينهم، انما هم لازم يبقوا التو اندز بتوع الاكتين متلامسين. هنا يبقى في اكتر عدد من الخطوط الحمراء كروس بيجز، لان افهم لو انا زودت طول الساركومير عن 2.2 يبقى معناها ايه؟ تخيل القلم ده هو ده الاكتين، يبقى الاكتين طلع لبره كده بتلاقي العضله طولت، يبقى عدد الكروس بيجز قلت، لانه هنا ماسك كل في كذا كروس بيجز، في 6 كروس بيجز، لما اطلع كده يبقى ده اتفقد، اطلع كده الثاني واحد اتفقد، كده ثالث واحد اتفقد، لو تطلع بره خالص مفيش كروس بيجز بين المايسين والاكتين. عشان كده قلنا ودي الليميت، لما بتطول على حد معين الاكتين بيطلع بره المايسين عدد الكروس بيجز بيقل. طب وبالعكس اقل من طول معين بيبقى عدد الكروس بيجز قليل، عارف ليه؟ لان لو قصرت عن كده يا اولاد الاكتين ده هيركب على الاكتين اللي جنبه، يبقى هيغطي الاماكن اللي هيمسك فيها الكروس بيجز. عشان كده احسن انقباض بيحصل لما يبقى طول الساركومير 2.2 مايكرونز، ده عدد مهم جدا في الام اس كيو، اللي هو انهي وضع بقى؟ امتى بيبقى طول الساركومير اهو المسافه بين تو سكسيسيف زد لاين 2.2 مايكرونز؟ لما يبقى التو اكتينز متلامسان زي ما انت شايف الرسم، وعليه يبقى في اكبر عدد من الكروس بريدجز، وعليه يبقى في اقوى انقباض. اكتر من كده لو زودت طول الساركومير عن كده معناها ايه؟ انك انت عشان تزود هتطلع الاكتين ده بره والناحيه الثانيه قللت عدد الكروس بريدجز، لو قصرت عن كده واحد ركب على الثاني برضه بيغطي اماكن الكروس بريدجز في الاخر. يبقى قوة الانقباض تعتمد على عدد الكروس بيجز، واكبر عدد من الكروس بيجز بيحدث، خد بالك بقى السؤال الام اس كيو مش هيقول لك لما التو اكتين يبقوا متلامسان،
دي مش هتيجي في الام اس كيو، بس انت تبقى فاهمها. لما طول السركمير يبقى 2.2 مايكرونز، حفظتها الاجيال بطريقه جميله وفيها مزاح يا اولاد. كان هناك في نادي الاتحاد السكندري لكره القدم قلب دفاع هو اقوى قلب دفاع في مصر، عارف كان اسمه ايه؟ توتو. عشان طالب بيقول لي بنفتكر القصه، يبقى اقوى وضع العضله هو 2.2 اوعى تنسى. يبقى اكبر عدد من الكروسبيجيس وبالتالي اقوى انقباض يحدث لما يبقى طول الساركومير 2.2 مايكرونز، لان في الحاله دي بيبقى 2 اكتنز متلامسان وعليه اكبر عدد من الكروسبيجيس طالع من المايسين الى الاكتن. طيب نفس كان في السكيتال ماسل، نفس كان في الكاردياك ماسل. في نقطة لطيفة الثالثة هي قصادك، إن ربنا سخر كل حاجة لصالحنا، يبقى كل ما تزود الطول المبدئي للعضلة اللي هو في حالة الهارت الإند ديستوليك فوليوم، قوة الانقباض تزيد، تزود قوة الانقباض تزيد، تزود قوة الانقباض تزيد لحد ما يبقى أقوى انقباض عن 2.2 اللي هو الوضع اللي أنت شايفه ده، في تلامس ما بين التو أكتنز في أكبر عدد من كوربيجيس. لو طولت عن كده يبقى انت بالعكس خرجت الاكتين بره المايسن فالانقباض هيقل. ايه اللي بيمنع في الهارت ان احنا ندخل في هذا الديسندنج ليم الوحش وبنتوقف عند نهايه الاسندنج ليم؟ تعالى فاهمها لك، وبرضه نرجو الا ينقطع الارسال بسبب اللمسه دي. بصوا يا اولاد، حوالين القلب في حاجة الغشاء التموري اسمه فايبروس بيريكارديوم، بيسمح بالهارت كل ما الهارت يمتلئ أكتر ينقبض أقوى، يمتلئ أكتر ينقبض أقوى، لكن ما يتخطاش طول الساركومير 2.2 ليه؟ لأنه محوط بالفايبروس بيريكارديوم، بيمنع إن الهارت يمتلئ والإند ديستوليك فوليوم يزيد لأكتر من 2.2 في الساركومير. شوف العظمة، يبقى كل حاجة في أجسادنا تؤكد انه وراء الخلق خالق. انك تاخد الميزه بتاعت القانون، كل ما الاندستوليك فوليوم يزيد كل ما الهارت يمتلئ بالدم اكتر، قوه الانقباض تزيد اكتر بسبب زياده عدد الكروس بيجز. لكن ليه ما بتتخطاش الليفل اللي بعديه قوه الانقباض يقل؟ بسبب احاطه القلب بحاجه تمنع تمدده عند حد معين بحيث ما يزيدش الساركومير ابدا عن توتو اللي هو اقوى واحد 2.2 اللي هو الفايبروس بيريكارديوم. الحاجة الأجمل يا أولاد إن هذا الستارتنج لو بيؤكد إن as if the heart is computerized، الهارت بيشتغل بالكمبيوتر، مفروض فكر فيها. كل ما الهارت يتلقى دم أكتر يرجع له دم أكتر يسموه venous return ويمتلئ أكتر، أدام رجع له دم أكتر مفروض ينقبض أكتر اللي هو نسميه cardiac output. إزاي دي بتيجي؟ بالستارتنج لو يا أولاد، ان كل ما يزيد الفيناسيتير الدم العائد للقلب يزيد امتلاء القلب اللي هو الاند ديستوليك فوليوم، فيزيد نمره 3 الفوسو كونتراكشن، فيزيد الدم اللي خارج من القلب اللي هو بنسميه الكاردياك اوتبوت. يبقى اربعهم ذا جريتر ذا فيناسيتير، كل ما يزيد الدم العائد هيمتلئ القلب اكتر، يبقى ذا جريتر ذا اند ديستوليك فوليوم. نمره 2 حسب ستارلينج لو زاد الانيشال لينث اوف ماسل هيزيد الفورس اوف كونتراكشن، نمره 3 وعليه هيزيد الكارديك اوتبوت. عشان كده يا ولاد من روائع الخلق والخالق ان اندر نورمال فيسيولوجيكال كونديشنز الدم اللي بيضخه القلب اللي هو الكارديك اوتبوت يساوي تماما الدم العائد للقلب اللي هو الفيناستير. اندر نورمال كونديشنز the cardiac output equals the venous return because of Frank Starling Law اللي هو الأشهر. ستارلينج أشهر من فرانك، وهم الاثنين نصابين اللي عملوا ماستريني الإيطالي. يبقى the greater the venous return the more will be the end of the systolic volume اللي هو initial length، the more will be the force of contraction، the more will be the cardiac output. وعرفنا ازاي within limits ربنا منع ان احنا ندخل في الليمت الوحش بسبب الإحاطة بالفايبروس بيريكارديوم. طيب اهي يا اولاد الكيرف، يبقى واضح كل ما زاد الاند ديستوليك فوليوم يزيد الفورس اوف
contraction لحد ما يوصل الماكسيمم لما يبقى طول السركومير اللي هي المسافه بين التو سكسيسيف ديد لاين 2.2. لو زودت عن كده يبقى انت خرجت الاكتين بره المايسين، قل الكروس بيجيس هيقل الانقباض، وهذا اللي يحدث في حاله القلب. تمام؟ يبقى الفورس اوف كونتراكشن بتتناسب مع عدد الكروس بيجيس ما بين المايسين والاكتين، دي قلناها. قلنا الماكسيمم نمبر اوكيرز عند ساركومير لينس 2.2 مايكرونز. وقلنا ان الفيسيولوجيكال كونديشن بتسمح ان احنا نشتغل بس في الاسندنج ليم هنا بسبب الفايبروس بريكارديا. وان ان ذيس واي under normal condition cardiac output الدم الخارج من القلب بيساوي الفينوس تيرن. As if the heart is compromised بالرباعية اللي قلناها زادت الفينوس تيرن اهي القلب هيمتلئ أكتر، هيزيد الاندستوليك فوليوم اللي هو الانيشال لينث، هيزيد الفورس اوف كونتراكشن حسب ستالينج لو، هيزيد الكاردياك output. طيب نيجي بقى يا اولاد لل factors affecting myocardial contractility، العوامل اللي تؤثر في انقباض القلب. يوجد أربعة عوامل. أول حاجة اللي هو البريلود، الانديستوليك فوليوم. وقلت لك ليه الانديستوليك فوليوم بيسموه بريلود؟ لأن القلب بيتملي ثم ينقبض. يبقى الانديستوليك فوليوم بيحدث، افتح ودنك، الهارت يتملي ويصل الى نهايه الحجم في الديستوليك فوليوم ثم ينقبض، عشان كده سموا الفوليوم بريلود. يبقى ده اول عامل، وقلناه ان within limits كل ما الهارت امتلا اكتر كل ما زاد الاند ديستوليك فوليوم بيزيد الفورس اوف كونتراكشن. اهي يا اولاد، يبقى within limits الفورس اوف كونتراكشن از دايركتلي بروبورشنال تو الاند ديستوليك فوليوم. اهي force contraction directly proportional to end diastolic volume، ده starting low. يبقى البريلود ده حلو، زيادة البريلود معناها ان الهارت هيمتلئ أكتر، هيزيد الاند diastolic volume، حسب starting low هيزيد الforce of contraction. إنما تعالى بقى للافتر لود اللي هو زيادة البريشر، وقلت لكم إن الهارت بيبذل مجهود في شيئين، يضخ حجم معين اللي هو الاند diastolic volume اللي هو البريلود، في مواجهة ضغط معين بريشر معين اللي هو الاورتيك بريشر اللي نسميه حتى قلنا الافتر لود، والايه مع الايه اهي واضحه وجميله يا اولاد اهي. يبقى عندنا الافتر لود هو الاورتيك بريشر، اوعى تنساها الايه مع الايه. ليه؟ قلنا لما يزيد الارتيال بلاد بريشر، تخيل انت الموقف لطيف جدا جدا وسهل قوي، نشوف بس برضه هوب، ان الهارت قلنا 98% او 97% من 98% حسب الجامعه اللي انت فيها مجهود القلب عشان يضخ حجم معين في مواجهه ضغط معين. الحجم ده اللي هو بيسموه الاندستوليك فوليوم، ده قبل الانقباض فسموه بريلود. انما الضغط هينقبض القلب ويفتح الاورتيك فولف فيفاجئ بالضغط عالي، فعشان كده يسموه افتر لود، لان القلب بيقابله بعد الانقباض. فالبريشر هو الافتر لود، الفوليوم هو البريلود، الفوليوم اللي هو الاندستوري فوليوم ده هيمتلئ ولسه ما انقبضناش، يبقى ده بريلود. لما ننقبض ويفتح الاورتيك فالف هنفاجئ بالبريشر، يبقى بعد الانقباض، يبقى يسموه افتر لود، مش عاوز ناس فاهمه. هنا زياده البريلود حلوه، تناسب طردي، كل ما زاد البريلود حسب ستالينج لو بيجي الفورس كونتراكشن. انما تخيل معايا مش عاوزه ذكاء، بفهم بسيط، كل ما يزيد البريشر هيفاجئ الهارت بريزيستنس، يبقى هينقبض وهيضخ دم اقل. يبقى زياده الافتر لود بتقلل الكاردياك اوتبوت، يبقى البريلود يزود الكاردياك اوتبوت ودي ليميتس، انما الافتر لود الاورتيك بريشر والافتر لود اللي هو الارتيريال بريشر يقلل الفورس اوف كونتراكشن. يبقى دول اول عاملين من الاربعه بيؤثروا في الفورس اوف مايكاردياك كونتراكتيلتي، بريلود اند افتر لود. فاضل اثنين بقى، نيجي الهارت ريت اللي هو عدد ضربات القلب يا اولاد. هارت ريت، بص معايا، نورمالي قلنا الكاردياك اوتبوت، وعرفناه ما هو الكاردياك اوتبوت. الكاردياك اوتبوت هو the volume of blood او الكلمه pumped by one ventricle، تاني كلمه per minute. يبقى برغم ان اسم التعريف كاردياك لكننا لا نتحدث عن
الكاردياك القلب، ودي بقى التكة الأوائل كاردياك، لكن هما بيتكلموا على وان فنتكل، لأن احنا فاهمين ان الهار بيتكون من تو فنتكل. يبقى كاردياك أوتبوت هو ذا فوليوم بلاد نمرة واحد pumped by one ventricle نمرة اتنين per minute نمرة تلاتة. طب ده بيساوي ايه؟ اللي بيضخ القلب في الضخة الواحدة بيسموه stroke volume. stroke جاي من كلمة ضربة، stroke يعني ضربة، يقول جاني sun stroke ضربة شمس، فstroke volume بتاع الانقباضة الواحدة، الفوليوم اللي بيخرج من الفنتكل في الانقباضة الواحدة. طب انا عاوز اعرف اللي بيخرج في الدقيقة، يبقى اضرب اللي بيخرج في الانقباضة الواحدة اللي هو الستروك فوليوم في عدد الضربات في الدقيقة اللي هو الهارت ريت. يبقى الكاردياك اوتبوت معادلة تاريخية مهمة جدا في الطب، بشوف مين هيفتكرها، بيساوي ستروك فوليوم في هارت ريت. وحتى ديك امثلة من الحياة حقيقية during rest في النورمال ادلت، ومصادفة جميلة، الستروك فوليوم 70 مليليتر او كيوبيك سنتيمتر، والهارت ريت تقريبا برضو 70 بير مينيت، يبقى بيضخ 70 سنتي في الضربة 70 مرة، يبقى الكاردياك اوتبوت 70 في 70 تبقى 4900، يعني تقريبا اوعى تنساها 5 لتر في الدقيقة. رقم الحسد اهو 5 وخميسة الكاردياك اوتبوت، ده ديورنج ايه يا اولاد؟ ديورنج ريس، لانه ممكن يزيد 7 مرات ديورنج اكسرسايز يوصل 35 لتر. تعال نشوف، طب لو زاد الهارت ريت بيعمل ايه؟ بيزود الكاردياك اوتو بطريقتين، اولا لانه الكاردياك اوتو بيساوي الهارت ريت في ستروك فوليوم، لكن في طريقه ثانيه اهم يا اولاد. لما تزود الهارت ريت الفورس اوف كونتراكشن بتزيد اهي، شايف حاجه رسم لك رسمه جميله اهو. لو الهارت بيشتغل على مسافات متباعده اهو، ادي قوه الانقباض ممثله بهذا الخط. لما الهارت يجي له نبضات كهربائيه سريعه وعليه يسرع القلب، بتلاقي ان الفورس اوف كونتراكشن بتتزايد اهي، شايف تاني واحده بعد ما اسرعنا بقت اكتر، تالت واحده اكتر، رابع واحده اكتر، لحد ما توصل ماكسيمم. فزياده الهارت ريت بتزود الفورس اوف كونتراكشن اهي، بتزود الفورس اوف كونتراكشن. ان ستيبس في خطوات تيل تريتشز اي ماكسيمم، لحد ما توصل ماكسيمم. حتى منظرها واحد يقول لي ده منظرها عامله زي السلم، صحيح، وعشان كده سموها staircase phenomenon، ظاهرة السلم staircase phenomenon. رابع وآخر فاكتور يؤثر في الميوكارديال contractility اللي هو الانوتروبيك ستيت. بحب أعلمكم ترمينولوجيا يا أولاد. إنو في اللغة يعني إله القوة، عند الإغريق إنو كان إله القوة، فبقت كلمة انوتروبيك تعني شيء، تعني شيئا متعلق بالقوة، انوتروبيك ستيت. يبقى الانوتروبيك ستيت هي اي حاجه تغير قوه انقباض القلب، لو زودته تبقى بوزيتيف انوتروبيك، نقصته تبقى نيجاتيف انوتروبيك. فين الكلمه بقى الاوائل؟ افتح ودنك. ليست بسبب، نوت ريليتد تو تشينج ان بريلود اور افتر لود، ليست بسبب تغير في البريلود او تغير في الافتر لود، لان احنا قلنا البريلود فاكر لما الهارت يتملي اكتر بيستارت لو بينقبض اقوى بيزود، يبقى والافتر لود لما البريشر قصاد القلب بيزيد بيضخ اقل لان في مقاومه. الانوتروبيك ستيت حاجه تؤثر في الميوكاردال كونتراكتيلتي، اهم حاجه يا اولاد فين؟ افتح ودانك. نوت ريليتد تو تشينج ان بريلود، نوت ريليتد تو تشينج ان افتر لود. لو واحد يديني يقول لي ادلنا امثله لحاجه بتزود الانقباض بوزيتيف انوتروبيك وحاجه تنقص الانقباض نيجاتيف انوتروبيك، مش بسبب تغير البريلود اللي هو الفوليوم قبل الانقباض، ولا الافتر لود اللي هو البريشر اللي بيقابله القلب بعد الانقباض. تعال ناخد البوزيتيف انوتروبيك. كلنا عارفين ان السمباثيتك نيرفس سيستم بيسبب اثاره في الانسان فيخلي قوه الانقباض بتاعه القلب تزيد، يبقى السمباثيتك نيرفس سيستم بوزيتيف انوتروبيك. طيب الكالسيوم ولاد هو اللي بيعمل انقباض اهو، الكالسيوم يبقى برضه بوزيتيف انوتروبيك. الواحد لما بيسخن، لما يزيد التمبرتشر بتاعت البادي، البادي تمبرتشر بيحس ضربات قلبه، خفقان في القلب، يبقى ده بوزيتيف انوتروبيك. ثالث حاجه الزنسين اللي موجوده في الكافي في القهوه، الواحد لما بيشرب قهوه حس بخفقان قلب، يبقى ده معناها انه القلب بيضرب اقوى. والديجيتاليس اللي هو عقار، اهم عقار بيزود قوه انقباض القلب، وبنديه في العيانين اللي قلبهم ضعيف، اللي عندهم هارت فيلير. ولو سمعت محاضرات السيركوليشن ف
فالديجيتاليس ده اللي بيستخرجوه من نبات اسمه ديجيتاليس لاناتا ده كان من اكتشاف مش طبيب، مشعوذ. مشعوذ هو اللي اكتشف ان نبات الديجيتاليس لاناتا لو خدنا العصارة اللي جواه وخدناه بيقوي انقباض القلب. ثم هرمون الجلوكاجون اللي هو عكس الانسولين، الانسولين ينقص الجلوكوز انما الجلوكاجون يزود الجلوكوز في الدم. وحتى بقول للزملاء الاصغر سنا ما يعرفوش جابوا منين كلمه جلوكاجون، يعني جلوكوز اجونست، اول اربع حروف اهي جلوكوز جلوك، واجونست يعني مساعد، يعني والمعنى بيزود الجلوكوز. يبقى كلمه جلوكاجون للزملاء الاصغر سنا الاوائل معناها الهرمون اللي بيساعد الجلوكوز، اي يزود الجلوكوز عكس الانسولين، في ذات الوقت بيزود انقباض القلب. يبقى دي عندك دلوقتي ست امثله للبوزيتيف انتروبيك سمباثيتك نيرف سيستم لوحدها، وبعدين اثنين كالسيوم زياده الكالسيوم وزياده التمبرتشر، وبعدين ثلاثه حاجات كيميائيه لانسين ديجيتاليس اند جلوكاجون لو عاوز تحفظ يعني امثله. طب ايه النيجاتيف انتروبيك؟ زياده البوتاسيوم او الصوديوم هايبر كاليميا، زياده البوتاسيوم وزياده الصوديوم هايبر ناتريميا، او التوكسينز طبعا بتضعف انقباض القلب. طيب يبقى يوجد كام فاكتور يؤثر في انقباض القلب يا اولاد؟ حفظناهم اربعه. بريلود اللي هو الفوليوم اللي هو الاندستوليك فوليوم، وده تناسب طردي زياده الحجم اللي بيتلقاه الهارت حسب الستارتنج اللي هو بيزود الانقباض يزود الكاردك اوت، ده البريلود. اما الافتر لود زياده البريشر اللي بيقابله القلب فده بيقلل الكاردك اوت، عشان كده شايف المعادله اهي تناسب عكسي، الكاردك اوت بوت از انفيرسلي بروبورشن تو افتر لود، لكن دايركتلي بروبورشن تو ذا اند دايستوليك فوليوم اللي هو البريلود. يبقى اول اثنين بريلود وافتر لود. طب الاثنين التانيين خدنا هارت ريت، زياده الهارت ريت بتزود الكاردك اوت لان الكاردك اوت بيساوي هارت ريت في ستروك فوليوم، وايفن زياده الهارت ريت بتزود انقباض القلب يعني حتى بتزود الستروك فوليوم اهي، ان ستيبس يسموها ستيركس فينومينا. ثم انوتروبيك ستيت، والاوائل فاهمين ايه الانوتروبيك ستيت؟ شيء يؤثر على الانقباض على القوه، عشان كده انو يعني قوه، نوت ريليتد ليس بسبب تغير في البريلود اللي بيزود اهو دايركتلي، ولا في الافتر لود اللي بينقص. وخدنا سبع امثله للبوزيتيف انتروبيك ومثالين للنيجاتيف انوتروبيك. طيب طالب يقول لي هندرس كام ازاي دي؟ قلت هندرسه في كيرف، هنحط الكاردياك اوتبوت في مواجهه الاندستوليك فوليوم. قال لي الله، طب ما ده الكيرف اللي خدناه قبل كده بتاع البريلود. ايوه صح، يبقى احنا الكيرف الاسود ده بتاع البريلود، كل ما زاد الاندستوليك فوليوم زاد الكاردياك اوتبوت، ده الكيرف الاسود. وهندرس التلات عوامل التانية على نفس الكيرف. فلو زودت الهارت ريت يبقى الهارت هيزود الكاردك اوتبوت اهي، الكيرف هيطلع لفوق. لو نقص الافتر لود، لو نقص الارتيريال بلاد بريشر المقاومه لاصابه القلب برضه هيضخ اكتر، هيزيد الكاردك اوتبوت. او لو اي عقار بوزيتيف انوتروبيك. يبقى التلات عوامل التانيين في اربع عوامل، الكيرف الاسود ده بيدرس البريلود اللي هو الاندستوليك فوليوم مع الكاردك اوتبوت، والتلات عوامل درسناهم على نفس الكيرف. زياده الهارت ريت، نقص الارتيريال بلاد بريشر، البوزيتيف انوتروبيك بيخلوه يضخ اكتر. يبقى اللي هو الكيرف الاحمر اللي فوق ده، يبقى الكيرف الشيفتد ابوردز، وشوف بقى دي مهمه جدا في الام اس كيو، وناحيه ايدك الشمال ان تو ذا ليفت، ان تو ذا ليفت. بينما العكس لو قل الهارت ريت، او بالعكس زاد الارتيريال بلاد بريشر، زاد المقاومه، زاد الافتر لود، الهارت هيضخ اقل. او لو حاجه بتضعف انقباض القلب نيجاتيف انو تروبيك هيخلي الهارت يضخ كاردك اوتبوت اقل، يعني الكيرف هينزل لتحت اللي هو الاحمر اللي تحت ده، يبقى الكيرف الشيفت داونورز ان تو ذا رايت. يبقى فهمت بندرس ازاي الاربع عوامل؟ العامل الاساسي اللي هو البريلود، الكيرف الاسود، كاردك اوتبوت في مواجهه الاندستوليك فوليوم اللي هو البريلود، ده الكيرف الاساسي. ثم على هذا المنحنى بندرس الثلاث عوامل التانيين، الهارت ريت والافتر لود اللي هو الارتيريال بلاد بريشر والانوتروبيك. زياده الهارت ريت هتزود الكاردك اوتبوت، نقص المقاومه الارتيريال بلاد بريشر هتزود الكاردك اوتبوت، البوزيتيف انوتروبيك هتزود قوه الانقباض وبالتالي الكاردك اوتبوت. يبقى الكيرف هيبقى شيفت ابوردز تو ذا ليفت، بص على الكيرف تحت ايدك الشمال. انما نقص الهارت ريت، زياده المقاومه اللي هي الارتيريال بلاد بريشر افتر لود،
او حاجه تضعف انقباض القلب نيجاتيف انتروبيك هتشيفت الكيرف داونورز اند تو ذا رايت. يبقى كام عامل يؤثر في انقباض القلب يا اولاد؟ اربعه، اوعى تنسوهم، بري لود وافتر لود. وفاهم ليه سموه ده بري لود؟ عشان هو بيترقى الفوليوم قبل الانقباض. والتاني ليه سموه افتر لود؟ عشان هو بيقابل الارتيريال باب بريشر او الاورتيك بريشر بعد الانقباض، يبقى افتر لود. وبعدين هارت ريت وانوتروبيك. ولا تنسى الانوتروبيك يا اولاد شيء يؤثر في انقباض القلب ليس بسبب not related to change in preload اللي بيزود ولا change in afterload اللي بينقص. نيجي للصفحة الأخيرة النهاردة أولاد، وهي في مشكلة عندنا دلوقتي. طيب لا وجدناها ايه دي صفحة سهلة. الكارديك ماسل كونتراكشن اللي هو بنسميه ستول يا اولاد، عضله القلب واي عضله يا اولاد بتنقبض بطريقتين. الاول ايزومتريك، بيبقى اللينث بتاع العضله ثابت واللي بيزيد هو التنشن. ثم ايزوتونيك العكس، التنشن هو اللي ثابت واللينث هو اللي بيتغير بينقص. طالب قال لي انا مش فاهم حاجه، ممكن تفهمنا؟ قلت له قوي افهمك، مفيش أي مشكلة. بص معايا، عضلة القلب الأول بتمتلئ بالدم، الدم غير قابل للانضغاط، يعني الهارت يحاول ينقبض الدم لا ينضغط، يبقى حجم القلب ثابت، فيسموا ده ايزومتريك، لأن ايزو في اللغة يعني ثابت، وميتر يعني قياس، بدليل ان انا بقيس بالمتر. فايزومتريك يعني المقياس ثابت. يبقى القلب جواه دم يحاول ينقبض الدم لا ينضغط، يبقى الحجم ثابت بس الاجهاد التنشن بيزيد. احنا يهمنا مين اللي ثابت؟ اللي ثابت هو اللينث، فيسموها ايزو يعني ثابت متر، لحد ما يولد ضغط جامد جوه القلب فيفتح الاورتيك فالف فينطلق الدم بره الهارت، فيبتدي الهارت الدم خرج بره يقصر يقصر يقصر، وفي نفس الوقت التنشن رجع للنورمال. يبقى الحجم اللينث بيقل لكن التنشن بقى نورمال. يبقى مين اللي نورمال؟ التنشن، فيسموا ده ايزوتونيك كونتراكشن. يبقى لا تنقبض عضله القلب واي عضله اخرى بطريقتين. في الاول بيبقى اللينث ثابت. ليه؟ لأن الدم لا ينضغط بس الإجهاد بيزيد. أنا يهمني مين الثابت؟ اللينث، فيسموها أيزو يعني ثابت، ميتر يعني مقياس، المقياس ثابت. التنشن هو اللي بيزيد. لما يولد ضغط كفاية ويفتح الأورتيك فالف وينطلق الدم بره، اللينث هيقل بس التنشن يبقى نورمالايز، فيسموه أيزوتونيك. واحد يقول لي يعني إيه انقبضوا الحجم ثابت؟ مثلها لنا بمثال سهل ولطيف. قلت له مثلها لك سهلة جدا. حضرتك امسك كرة بلياردو في ايدك واضغط عليها، الكرة تنضغط؟ لا، يبقى حجم ايدك ثابت، حجم العضلة ثابت، ولكن الضغط الواقع على الكرة التنشن بيزيد، الاجهاد بيزيد، لكن اللينث ثابت. هو ده الايزومتري. مش بس عضلة القلب يا اولاد، كل عضلة في جسمك تنقبض الاول ايزومتريك لحد ما تتغلب على في حالة الهارت على الدم تفتح الاورتيك فالف، او في حاله العضله حتى الاراديه تتغلب على ثقل الشيء وتحركه، بتنقبض الاول ايزومتريك ثم يتحول الانقباض من ايزومتريك الى ايزوتونيك. تبقى عارف الكلام ده كويس قوي. في الايزومتريك اللينث از كيبت كونستانت، انها في الايزوتونيك التنشن هو اللي كيبت كونستانت. الاسم بيدل يا اولاد، ميتر يعني مقياس، ايزومتريك يعني مقياس ثابت، مقياس ثابت والتنشن هو اللي بيزيد.
لما الدم يخرج لا اللينث ما بقى ثابت اسر اللينث لكن التنشن هو اللي بقى ثابت. طب ايه الانديسز اوف فورس اوف كونتراكشن؟ ايه العامل الدلائل على قوه الانقباض؟ نفكر بذكاء، علمت الطالب يفكر بذكاء. هل احنا تعودنا نقيس الثوابت ام المتغير؟ طالب قال لي طبعا بنقيس المتغير، عمرنا ما بنقيس ثابت، نقيسه ايه ما هو ثابت. ففي الايزومتريك اللينث ثابت، لكن مين اللي بيزيد؟ الاكتف تنشن. يبقى اللي بيعبر عن قوه الانقباض في الايزومتريك هو مقدار الاكتف تنشن، يعني كل ما تولد اكتف تنشن اكتر يبقى الانقباض اقوى، كل ما الضغط زاد اكتر الانقباض يبقى اقوى. يبقى مقياس قوه انقباض الايزومتريك هو الاكتف تنشن. بينما في الايزوتونيك التنشن بيرجع نورمال، امال ايه اللي بيتغير؟ اللي بيتغير اللينس، العضله بتقصر. يبقى مقياس قوه الانقباض حاجتين هنا بقى، مقدار القصر، العضله قصرت قد كده، وفي الحاله الثانيه قصرت قد كده، يبقى الانقباض الثاني اقوى لان القصر اكتر. طب شوف الثانيه بقى، الاذكياء احسن، مش بس يهمنا مقدار القصر وسرعه القصر، الفيلوسيتي اوف شورتنج، يعني همثلها برضه تمثيل طفولي. ادي العضله انقبضت لهذا المقدار، اسرب بهذا المقدار. طب العضله الثانيه اسرب بنفس المقدار بس شوف بسرعه ابطا، يبقى الانقباض الثاني اضعف. يبقى في الايزوتونيك مين اللي بيتغير؟ اللينث. يبقى اللينث هو مقياس قوه الانقباض، حاجتين في اللينث الاوائل، مقدار القصر وسرعه القصر. يبقى طالب ذكي تعلمنا كيف تنقبض العضلات بطريقتين، الاول ايزومتريك اللينث ثابت والتنشن بيزيد، بعد ما تتغلب على الثقل او يفتح الاورتيك فالف تقصر العضله ويبقى اللي ثابت هو التنشن فيسموها ايزوتونيك. في الحالتين مين الانديسز؟ المتغير. في الايزومتريك الثابت هو اللينث، المتغير هو التنشن، يبقى الاكتف تنشن هو الاندكس. انما لما العضله تقصر المتغير هو اللينث، مقدار القصر وسرعه القصر. ربنا بس يعني هذا هو قدرنا، يوم غريب الوضع يعني لن يتكرر، لاني انا مش مستعد باي اجهزه ولا باي حاجه، عشان كده قلت محاضره استثنائيه، اتمنى تبقى اجزائها كلها موجوده على الفيسبوك. طيب نيجي بقى عندي حتتين صغيرين ونقفل بكده. البلاد فلو از كوزد بايه يا اولاد؟ يعني ايه الحاجات اللي هي بتاثر في البلاد فلو؟ سكوزد باربع اشياء. اول حاجه اللي هي الفوروردز موشن، يعني اللي بيمشي البلاد، اللي بيعمل فلو في البلاد هو البامبنج اوف ذا هارت، وده ديورنج سيستول، والالاستيك ريكويل اوف ارتريز ديورنج دياستول. طالب قال لي انا مش فاهم حاجه، ممكن تشرحها لنا بطريقه طفوليه؟ قلت له قوي قوي اشرحها لك بطريقه طفوليه خالص. دلوقتي ما لاحظتش حضرتك، احنا قلنا انقباض القلب يسموه سيستول، والانبساط يسموه داستول. الهارت بيزق الدم في السيستول، يزق ادي الدم اهو بيزقه في السيستول وما يزقوش في الداستول، يزقه في السيستول وما يزقوش في الداستول، يزقه في السيستول وما يزقوش في الداستول. بس احنا عارفين ومتاكدين ان الدم بيسري مش بصوره متقطعه، بيسري بصوره متصله. ازاي عملها ربنا دي؟ بشيء رائع، خلى اللارج ارتز فيها الاستيك اليمنتس. لما الهارت بينقبض في السيستول عشان يمشي الدم، جزء من طاقه السيستول بتختزن في الالاستيك اليمنتس، بتعمل لها اكسبانشن، بتشد الالاستيك اليمنت وتخزن الطاقه، بحيث في اثناء الدياستول لما الهارت ما بينقبضش مين اللي بيزق الدم بقى؟ الريكويل بتاع الالاستيك اليمنتس. يبقى الهارت يزق في السيستول ويختزن جزء من الطاقه في الالاستيك اليمنتس، هي بقى تزق في الدياستول. يبقى الزق والدفع بيتم بطريقتين، الهارت في السيستول والريكويل اوف الالاستيك اليمنتس في الدياستول. شفت جميله ازاي؟ فاصبح سريان الدم بصوره متصله، الهارت يدفع في السيستول وجزء من طاقته تختزن في الاكسبانشن بتاع الالاستيك اليمنتس ليعاد استخدامها في فتره الدياستول. فيبقى الهارت بيزق في السيستول والالاستيك ريكويل في الدياستول، فالدم دفع الدم يبقى بصوره
كلام مفهوم وجميل. يبقى الفوروردز موشن سببها البامبينج باي ذا هارت في السيستول والالاستيك ريكويل بتاع الارتس في الدياستول. تاني عامل اللي هو البريشر جريدينت يا اولاد من العوامل الاربعه خدناه، ان الدم بينتقل من الضغط الاعلى بي 1 للضغط الاقل اللي هو بي 2 ما عدا امتى الدم يمشي حتى لو ما فيش بريشر ديفرنس. قلنا لو كان في حركه مكتسبه زي المومنتم، زي ما قلنا حضرتك راكب اي حافله والحافله دي توقفت فجاه ما فيش اي حاجه، فعل ذلك حضرتك بتندفع للامام. ليه؟ بفعل الطاقه المكتسبه. طيب نيجي تالت عامل ورابع عامل بحب ادرسهم مع بعض. الم تلاحظ حضرتك انه البلانيت ايرث كوكب الارض فيه جرافيتي، فيه جاذبيه؟ طب ازاي الدم بيرجع من الاورده ناحيه القلب عكس الجاذبيه؟ خالص لما تفكر فيها الدم بيرجع عكس الجاذبيه، من الاورده بتاعه القدم ناحيه القلب اللي هو موجود في الصدر. كيف يحدث هذا؟ ازاي نمشي سائل عكس الجرافيتي؟ شرحي كل طفوله يا اولاد. عندنا عماره الدور الاخير لا يصل الميه، لان الماء مش قادره تطلع عكس الجرافيتي، ضغط الماء قليل. فراح صاحب المنزل اشتري من شارع الجمهوريه مضخه عشان تطلع له الميه. فالراجل قال له بص ممكن اديك مضخه ضاخه تركبها تحت في بير السلم تضخ لك الميه، تعمل كومبريشن، كومبريشنال فورس. فالراجل قال له لا 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 مش عاوز اركب المضخه في بير السلم. قال له ليه؟ قال له هتسرق، انا عاوز مضخه احطها في بيتنا. قال له يبقى ما ينفعش مضخه ضاخه، لازم مضخه ماصه، ساكشن فورس. يبقى اللي تحت لازم تبقى كومبريشن تضخ، اللي فوق تبقى ساكشن فورس، لان الكمال لله وحده. فالله يستخدم كل القوى، ففي اجسادنا يوجد كومبريشنال فورس. انا وانا واقف كده انقباض العضلات حوالين الاورده بيعصر الاورده فيضخ الدم لفوق. طب وفي المضخه الماصه اللي فوق؟ القلب والقفص الصدري. القلب في فتره الدياستول بيتسع فده يكريت نيجاتيف بريشر يشفط الدم في الدياستول، والقفص الصدري بيتسع دورينج انسبريشن في الشهيق فده يكريت نيجاتيف بريشر يشفط الدم. يبقى في من تحت كومبريشنال فورس اللي هو السكيلتال ماسل، شوف الروعه، ومن فوق في ساكشن فورس ممثله في اتساع القلب في الداستول واتساع التشستول في الانسبريشن. ادي القوة اللي بتمشي الدم من البلاد فلو يا اولاد. يبقى اربع قوى البلاد فلو بيمشي باربع قوى. اول حاجه الفوروردز موشن، وانتوا بس اللي فاهمينها كويس، اللي هو البامبنج باي ذا هارت في اثناء السيستول. طب وفي الداستول الهارت ما بينقبضش، مين اللي هيضخ؟ جزء من طاقة القلب بتاعت ستول اختزنت في الاساتيك، عملت اكسبانشن للالاستيك اليمنتس في الارتري، ففي اثناء الداستول هيحصل ريكويل للالاستيك اليمنتس فتزق الدم في الداستول. تاني عامل اللي هو البريشر جريدينت. بقى العامل الثالث والرابع قلناهم في حالة الاوردة، قلناهم بطريقة جميلة، اللي هو المضخة الضاخة من اسفل، الكمبريشنال فورس باي سكيلتال ماسل، والساكشن فورس اللي هو النيجاتيف بريشر كنتيجه لاتساع القلب بيتولد جواه نيجاتيف بريشر في الداستول، واتساع السوركس بيبقى جواه نيجاتيف بريشر في اثناء الانسبريشن. اخر حاجه بقى يا اولاد نقولها اللي هي المين فورسز اكتنج اون بلاد ان سيركوليشن. في اربعه برضه، يبقى اللي قبلها كان اربعه بتوع البلاد فلو، وهنا المين فورسز أربعة. أول حاجة الأكسلريشن فورس، قوة الإسراع، وحتى بنرمز لها بالإف إيه، فورس إف وإيه أكسلريشن. في إسراع مكاني وإسراع زماني، في تايم أكسلريشن إسراع زماني مرتبط بالزمن، وفي سباتيال، سباتيال يعني مكان، سباتيال أكسلريشن يعني إسراع مكاني. طالب قال لي مش فاهم حاجة، اشرح لنا شرح الطفولي. كعادتي هشرحها بشرح طفولي يا اولاد. التايم اكسلريشن يعني الاكسلريشن مرتبط بالزمن،
اللي هو زمن انقباض القلب اهو due to pulsatile ejection of the heart. لما الهارت يعمل نبضة قفز ejection يعني قصف ejection وpulsatile يعني نبضة تقذف الدم. يبقى كل في وقت انقباض القلب في وقت يعني هي مرتبطة بالوقت time acceleration. والواحد يقول لي يعني ايه طب اسراع مكاني؟ الاسراع ده مرتبط باي مكان باي مكان من الزمان في ضيق في الاوعيه. طالب قال لي اشرح لنا بطريقه طفوليه. اشرح كل شرح طفولي يا اولاد وكلنا عرفنا ده. رحت ترش الحديقه بتاعتكم وامسكت بالخرطوم بتاع الحديقه بعدين جيت عليه كده ورحت ضاغط عليه. تلاحظ اول ما تضغط عليه الميه تطلع بسرعه اكتر يحصل اكسلريشن اسرع في الميه. يبقى اي حته فيها كونستريكشن فيها ضيق بيحصل فيها اسرع. طالب قال لي فهمني ليه لما بضغط على خرطوم الحديقه الميه بتخرج اكثر سرعه؟ تعال نفكر. نفس كميه الميه اللي جايه من الحنفيه من الصنبور هي بس حضرتك الزمتها بدل ما تمشي في حته واسعه ضيقتلها الحته. يبقى عشان نفس كميه الميه فكر نفس كميه الميه تمشي في حته اضيق كان لزاما انها تزود السرعه. عشان كده اي كونستريكشن وعاوز تمرر نفس كميه الدم اللي جايه بس الحته ضاقت يبقى لازم يمشي باكثر سرعه. فهنا الاكسلريشن اسراع مرتبط بالمكان مكان الضيق. يبقى في تايم اكسلريشن في زمن قصف الهارت البلساتايل ايجكشن باي الهارت وفي سبيس او سباتيال اكسلريشن مرتبط بالمكان اللي فيه كونستريكشن. يبقى كده الناس فاهمه وحابه الموضوع. طيب نيجي فيسكاس فورس. دي مش عاوزه شرح يا ولاد. فيسكوستي حتى اف يعني فورس وفي فيسكوستي ديو تو فلويد فيسكوستي. فيسكوستي يعني اللزوجه. كلما كان السائل اكمل البديهيه الاتيه. بقولش حقيقه بديهيه لان من غير ما اقولها انت هتكملها. كلما كان الدم اكثر لزوجه يبقى مشانه اصعب ولا اسهل؟ طبعا الحاجه اللزجه هتمشي اصعب. طب من هو المسؤول عن لزوجه الدم؟ قلتها يا اولاد. الار بي سيز ثم الار بي سيز ثم الار بي سيز ثم البلازما بروتينز. عشان كده لو نقصت الار بي سي زي في الانيميا بيقل الفيسكوستي لسه قايلينها وعليه تزيد السرعه. لكن لو زادت الار بي سي زي في حاله اسمها بولي ثايسيميا يعني زياده كرات الدم الحمراء بولي يعني متعدد ثايسيميا اللزوجه تزيد الدم يمشي ابطا. طب ثالث حاجه البريشر فورس. الفورس اهي اف وبي يعني بريشر في البلاد فيس. قلناه ان الدم بينتقل من الضغط الاعلى الى الضغط الاقل. لازم عشان ينتقل من 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 بوينت 1 لبوينت 2 يبقى بي 1 بريشر عند 1 اكتر من البريشر عند 2. طب مين اللي بيخلق البريشر في البلاد فيسلز؟ هل الفيسل نورمال اللي فيها بريشر؟ لا. اللي خلق هذا البريشر هو الانرجي درايفز فروم ذا هارت. فالاوعيه الملاصقه للقلب، القلب لسه قاذف فيها بيبقى الضغط فيها عالي. ابعد نقطه في الوعاء عن القلب بيبقى الضغط فيها قليل. فعشان كده الدم بيمشي من الضغط الاعلى للضغط الاقل. مين اللي خلى الضغط قريب من القلب وبعيد عن قليل في الحته البعيده عن القلب، عالي في الحته القريبه من القلب ومنخفض في الحته البعيده عن القلب؟ الانرجي درايفد فروم ذا هارت. نيجي نمره 4 يا اولاد اللي هي الجرافيتيشنال فورس. ان بلانيت ايرث في كوكب الارض في جرافيتي. الجرافيتي بتشد اي حاجه على تحت. ففي جرافيتيشن فورس ان الدم بواقع الجرافيتي عاوز يتجه الى اسفل. احنا بقى استغليناها استغلال رائع يا ولاد. لما عيان بيحصل له هيموريدج وانا كاتب لك اهي كلمه هيموريدج واختصارها في الطب تبقى حافظه عشان لازم تكتب اختصارات الاطباء ما عندهمش وقت يضيعوا وقت. ده اختصار كلمه هيموريدج اتش جي اي. حضرتك مين اهم عضو في جسمك؟ واحد قال المخ. لازم يوصل له دم لان لو ما وصلوش دم هيحصل حاجه اسمها موت دماغي. يعني الدماغ ماتت يبقى انت مت. فلما حجم الدم يتقلص في الهيموريدج انت عاوز تودي معظم الدم للدماغ. فبنعمل ايه؟ الرسمه اللي انت شايفها دي بنوطي
السرير بتاع العيان بحيث راسه تبقى منخفضة عن قدميه، فبفعل الجرافيتي يندفع دم أكثر بفعل الجرافيتي من الجزء السفلي من الجسم إلى الجزء العلوي يعني إلى المخ، يبقى تفكير في مخ حتى. أما العيان اللي عنده هارت فيلير، هبوط في القلب، ضعف في عضلة القلب، مش قادرة تضخ كمية كبيرة من الدم، يبقى عاوزين نقلل كمية الدم اللي تروح للقلب عشان تواكب قوة القلب اللي هي متدنية. فنعمل ايه؟ تصور العيان بيعملها لوحده. العيان اللي عنده هارت فيلير سبيشال ليفت سايد هارت فيلير بينام قاعد في السرير. يعني اذا عاودت مريضا، زرت مريض، عاودت عن زرت ولقيته قاعد بالمنظر اللي انا رسمه ده، وسألته ايه يا عم انت ليه قاعد كده، ليه حاطط مخدات وراك كبيرة كده وقاعد، يقول لك انا يا دكتور بنام قاعد. بتنام قاعد، شخصه انت مغمض هارت فيلير، هبوط في القلب، على وجه التحديد هبوط في الناحية اليسرى من القلب، ليفت فينتريكولار هارت فيلير. ليه؟ شفت هو بيستغل الجرافتي، لما يقعد كده يبقى الجرافتي هتشد الدم على تحت، يبقى دم اقل هيروح لعضلة القلب اللي هو فوق، اللي هو مش قادر يضخ دم كافي. فالعيان بيستغل الجرافتي. العيان اللي عنده هارت فيلير بينام قاعد عشان يقلل الدم المندفع للهارت، فيقلل مجهود الهارت اللي هو اساسا مجهوده متدني. بينما في الهيموريدج احنا عاوزين الدم يروح للدماغ، فبنحط سرير العيان بالصوره اللي انت شايفها بيه. يبقى دي المين فورسز اكتنج اون بلاد ان سيركيليشن، اللي هي اكسلريشن فورس، اسراع مكاني واسراع زمني. يبقى الزمان والمكان، الزمن في وقت البلساتايل ايجكشن اوف ذا هارت، والسباتشال في مكان الكونستريكشن، وبعدين فيسكاس فورس، اللزوجه بتتناسب عكسي مع السرعه، اللزوجه تزيد السرعه تقل، والعكس بالعكس، وشفناها في رينول نمبر. وبعدين بريشر فورس وبلاد فيسلز، وقلنا ده درايف من الهارت، وعين جرافيتيشنال فورس، وشفنا ازاي نستغلها في الهيموريدج وضع العيان ايه، وازاي نستغلها في الهارت فيلير. سعدت بلقائكم برغم الظروف الصعبة جدا، لاني في مكان كان لا يسمح على الاطلاق باعطاء اي محاضرة، وانا كنت جاي في اجازة كده في مكان بعيد، الاستجمام النت فيه تقريبا معدوم، ومعيش اي اجهزة ولا ورق ولا اي حاجة، يعني ادوني شوية اوراق اعمل فيها. سعدت بلقائكم واتمنى ان اكون قد افدتكم، ولا تنسوا ان هذه المحاضرات يا اولاد لصالح الاطفال المرضى، سواء لمستشفى 57-357 مستشفى السرطان، او مستشفى الاطفال لابو ريش اللي عندهم امراض اخرى، او في اي بلد بيسمعوني، هذه المحاضرات لصالح الاطفال المرضى يا اولاد. انا لا اقصر في التعاون معاكم، كلما طلبت قلت ساعدنا في حته بنده محاضره استثنائيه، وقاعد عشان خاطر اقولها لكم ما امكن، وبنقولها على 150 جزء عشان خاطر تفهموا. تعاونوا انتم مع الاطفال. قلت في 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 بلدنا بتكلف المكالمه مبلغ بسيط خالص ما يصلح لاي شيء، لكن زي ما بقول البحر عداده من نقط. تخيل لو عدد كبير من الناس اتصلوا بيوصل مبلغ كويس، يمكن ينقذ حد طفل، يعاون طفل، ربنا هيثيبك على ذلك. فما تاثرش، ما تقولش بكره اعمل مكالمه، وانت حتى نازل النهارده من البيت او اذا كنت قاعد في البيت اعمل مكالمه، مش هتتكلف حاجه وربنا هيردها لك. انت تعاون مع الاخرين، ربنا هيبعت لك اللي يتعاون معاك. يعني زي ما بقول ان الذي لا يتعاون مع الاخرين، ويعني على 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 الباغي تدور الدوائر. تعال كلنا كده نتعاون مع بعض، كل واحد عنده حاجه يساعد بيها الاخر. ارجوكم اذا في مقدورك ارسال رساله، اذا مش مقدورك طبعا ما بضغطش على اي حد، ارسل رساله، واللي في مقدوره يرسل رسالتين، يرسل اثنين وثلاثه، وهتتلقى الجزاء عنها. سعدت بلقائكم وألقاكم بإذن الله قريبا في موقعي الأصلي بأجهزة الأصلية باستعدادات، بحيث ما يحصلش اللي حصل ده، وأنا آسف لكن هو ده اللي كان متاح دلوقتي. وسعدت بكم يا أولاد، وألقاكم على خير بإذن الله.